السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا آسف النهاردة، يعني إيه اللي حصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في المحاضرة نمرة 16 في المجموعة الثانية من خريطة الطريق تكون دي مشروع دولي، وقدر الله ما شاء فعل ان احنا برضو ايه تعطلنا شويه، يظهر الناس اللي كانوا بيصلوا العشاء ايه دعوا لنا يعني، واحنا فعلا كنا مستنيين، لان يا دوب العدد دلوقتي كويس يعني 16 داخلين على 17، ما كويس. الحقيقه موضوع النهارده موضوع هام جدا وجميل، وانا الحقيقه انا كنت عايز ابتدي بالفيدك، بالفيدك اللي هو الريد بوك بريكومديشن اللي هو بتاع 2017، لكن فكرت لقيت ان انا احسن اثباتر ان انا ابتدي اشرح يعني ايه كونتراكت مانجمنت. انت اللي احنا بنعمله ده ما هوش متخصص في كونتراكت، في كونتراكت مانجر. اشتغلنا في الكواليتي، مش يعني احنا بندي النولج الكافي ليك كمدير مشروع انك تفهم في كل الناس اللي بتشتغل معاك، في التكنيكال اوفيس، في البلاننج، في الكونستراكشن مانجمنت، في الكونتاكت مانجمنت. الكونتاكت مانجمنت رائع وممتاز، ولازم تبقى عارفه. النهارده ان شاء الله مش هنقدر نكمل كل الموضوع كله النهارده برضه، انما ايه ان شاء الله we'll do our best، وان شاء الله نكون ايه يعني مع بعض كده وببساطه كده، وهي رحله نسميها رحله حلوه في مجال الكونتراكت مانجمنت. عنواننا النهارده scope and purpose of contract management. الكونتراكت مانجمنت ده هو تخصص، وما كانش موجود تخصص الحقيقه زمان، بس احنا دلوقتي كمدير مشروع اللي بيعمل الكلام ده كله، لكن دلوقتي في كونتراكت مانجر لازم يكون موجود، ولازم يكون يعني ايه ممتاز. وانا اول كونتراكت مانجر شفته الحقيقه سنه 89، وكان على مستوى وزاره، كان في عمان. ما كانش في حاجه اسمها الكونتراكت مانجر، ده راجل مهندس ودرس قانون وفاهم كويس قوي، يعني مش معنى هو بقى كونتراكت مانجر ان هو ده يبقى فاهم كل حاجه، كل اللي بنقوله ده يبقى عارف. مفيش جواب يجي من بره يدخل للمشروع او للمؤسسه او للبورتفوليو او لاي حاجه الا انا لازم يعدي عليه الاول عشان يشوفه من فبغ للعدوى والى اخره، ولا جواب يطلع بره الا لما يكون هو برضه اللي ايه اللي براجعه هو او هو اللي كاتبه او او. النهارده هنتكلم عليه النطاق والغرض في اداره العقود. هنتكلم عن اداره العقود، يعني ايه اداره عقود؟ وايه المواصفات بتاعتها؟ وايه الشروط بتاعتها؟ والاكتيفيتي بتاعتها ايه؟ الاجنده بتاعتنا اول حاجه البيربس اللي هي ايه؟ هتبقى عندنا 9 سلايدز، انا اول مره يعني اعمل بهذا الشكل عشان برضه ايه نحس بالموضوع. 2 سلايدز وتسع نقط. النقطه الثانيه بروفيشنال ستاندرز اوف كوندكت، ده ستاندرد اوف كوندكت، ده ستاندرد اوف كوندكت الصحيح، ده مرتبط بالايه؟ بالستيك هولدر اللي بره المشروع او اللي بره الشغل يعني. different forms of contracts applicable، هنتكلم على different forms سريعا. هو الحقيقه في فورمز كتير قوي احنا بنتكلم على بعضها لو تفتكروا، بنتكلم على البي او تي والبي او او تي، اللي هو بيل اوبر موضوع السكوب اند بيربز اوف كونتراكت مانجمنت، وده موضوع مهم. واحنا زي ما قلنا يعني في مديرين مشاريع كتير ما بيهتموش، او حتى اللي بيدرسوا ما بيدرسوش الكونتراكت مانجمنت، بس ده موضوع مهم جدا جدا، وان شاء الله يعني ايه نعرفه. واللي عايز يبقى الشمره كده كونتاكت مانجر، بس طبعا انا ما انصحش، لان الكونتاكت مانجر ده له اساتذه كبار وعايز خبره طويله. ففي هنقول لكم على اسمائهم دلوقتي، بس برضو ايه هنتكلم الاول على هنتكلم على النطاق والغرض في اداره ايه في اداره العقود. الموضوع ظريف وسهل، وان شاء الله وهنمشي بالراحه خالص.
وهو كله لوجيك، واحنا بنعمله كلنا مش عارف المشروع زي ما قلنا على الاجنده البيربوز الاول اللي هو الهدف نمره اثنين بروفيشنال ستاندرز اوف كوندكت، يعني المفروض ان احنا نتعامل مع الحكومه بره او الحاجات اللي بره ايه، لان انت كمدير مشروع انت بتتصور بره هيبان واحنا بنشتغل يعني. الديفرنت فورمز اوف كونتراكتس ابليكابل هو طبعا اهم نموذج يعني العالم يشتغل عليه اللي هو الفيدك، اللي اصلا متاخد من الانجليزي البريتش، وفي عقود كثيره موجوده يعني في انواع كثيره من العقود انا اتكلم عليها مع بعضها قبل كده، بي او تي والبي او تي في حاجات كثيره، والتريبل بي اللي هي ايه بابليك بارت بابليك برايفت بارتنرشيب. فايه يعني دي اديهم كونتراكتس ان شاء الله هنحاول بس احنا نخلص العرض بتاع النهارده نعرف النهارده الاول الكونتراكت مانجمنت دي عباره عن ايه، او الكونتراكت مانجمنت عباره عن ايه هنتكلم عليه، وعلى الاكتيفيتيز بتاعته الانشطه بتاعته ايه، وهنتكلم على البرفورمانس بتاعته، هنتكلم على الكلوجر اوف كونتراكت، هنتكلم على كونتراكت ادمنستريشن الكونتراكت مانجمنت برضه 75 نقطه هنتكلم عليها في 24 سلايدز، هنتكلم على ايه termination of contract اللي هو how ازاي تخلص المشروع، بعد كده هنتكلم الـ contract closing process، يعني الـ contract manager له أدوار من الأول خالص من أول ما بيبتدي المشروع بالـ contract بتاعه لغاية ما إيه ما بتقفله وبتسلمه للعميل، يعني سواء أنت شغال بي إم أو أو شغال كلاينت أو شغال مقاول او شغال كونسلتنت لازم الكونتاكت مانجر عندك يبقى قوي جدا. عشان ايه؟ لان الكونتاكت مانجمنت الغلطه اللي فيه يعني ايه بتتكلف يعني بتتكلف كتير يعني. طيب الكونتاكت كلوزنج بروسيس يعني ازاي بقى في الكونتاكت بروسيس دول 37 نقطه. ريكوست برزنتيشن فروم انجينيرز دي هل حد من هو نسيت خلي النقطه دي في الاخر خالص عشان احنا بس نقطع ان شاء الله يا رب نخلص نص اللقاء ده النهارده، وبعدين نشوف ايه كل واحد بقى يفكر هل هيشتغل معانا في نقطه ايه، ونبتدي نتكلم عليه بعد ايه ساعه كده ولا حاجه مش عايز ايه. طيب احنا قلنا اول حاجه بتتكون المواد من ثلاث اقسام السكوب البروجكت كونتاكت مانجمنت. اول حاجه introduction principles and concepts of contact management اللي هي ايه مقدمه ومبادئ ومفاهيم اداره العقود. القسم الثاني procedures needed procedures هتبقى procedures الإجراءات needed اللي بنحتاجها to guide users for achieving effective contract management which encompasses procedures structured to follow the flow of important activities in each stage of a typical contract and includes a discussion of likely scenarios which may arise at each stage together with guidelines to manage such situation. يعني لا يعني قصد ان احنا يعني ننطق الانجليش والايه يعني انا حطيت الترجمه برضه هنا يعني نوع من الايه من الترجمه يعني فور ريفرنس يعني، انما بيزيكلي حابب ان ايه ان احنا نبقى عارفين الاثنين دي الاجراءات اللازمه لارشاد المستخدمين تحت اداره فعاله للعقد تشمل اجراءات منظمه، يعني العقد ده في اجراءات منظمه الاكتيفيتيز بتاعته الانشطه في كل مرحله من مراحل العقد، ودي هتبان لنا بعد كده ان يعني كل مرحله هيبقى فيها انشطه، الانشطه دي كذا 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 هنبان دلوقتي، والسيناريوهات بقى المحتمله على كل مرحله وهكذا. طب بعد كده فورمز تمبلتس اند فورماتس انكلودنج سامبل ليترز اند تشيك ليست. النماذج بقى النماذج ايه فورمز وتمبلت وقوالب وتوثيقات بما فيها ايه؟ نماذج الرسائل وقوائم المراجعه. يعني المفروض ان الثلاث حاجات دول هم ايه الثلاث حاجات المستخدمه في ايه؟ في الكونتاكت مانجمنت. طيب هنا بنتكلم عليه على بيربز. طيب البيربز بقى assist to define responsibility and authority for specific activities in contact management. احنا بنساعد في تحديد المسؤوليه والسلطه لانشطه محدده في اداره العقد. responsibility والاثوريتي دايما الكلمتين دول مرتبطين ببعض. انا عندي مسؤوليه ايه بيبقى ليا سلطه. ما ينفعش مسؤوليه من غير سلطه او ما ينفعش سلطه من غير مسؤوليه. لازم يبقوا مرتبطين ببعض. يبقى بنحدد المسؤوليه والسلطه للانشطه المستهدفه في اداره العقد اللي هي الانشطه اللي احنا ايه
هل هتبقى معايا انا كمدير كمدير كونتراكت مانجر، ايه المسؤوليات في قصه الكونتراكت؟ اسيست بروجكت ستاف تو انشور كومبلاينس with contractual obligations when carrying out contract management functions. انا بساعد كل موظف في المشروع، يعني اي واحد في المشروع من حقه لو يدخل على contract manager يساله، اي واحد اللي بيدخل يقول مثلا انا في الموضوع فلان وفلاني، لان contract manager ده مسؤول عن كل الدوكيومنتيشن ومسؤول عن تطبيق جميع البنود بتاعت التعاقد، سواء مع المالك او سواء لو هو مع المالك يبقى مع الايه، مع المقاول او مع الشركه بتاعه. يعني الكونتاكت مانجر ده عباره عن يعني ايفالف هام جدا 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 لكل الناس ولكل حاجه. طيب ensure uniformity in contact management activities among different projects in different organizations. بيضمن التوحيد في أنشطة إدارة العقود بين المشاريع المختلفة والمنظمات المختلفة. يعني الـ Contact Manager Activities دي مين اللي تقريبا هي واحدة تقريبا في كل حاجة. حتى لما هنيجي نبص على الـ على الـ 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 Feedback Forms مثلا، في حاجات كتير قوي، في أنواع كتير من Feedback Forms. أنا الحقيقة اخترت أصعبها الريد بوك بتاع الـ 2017 اللي هو عايزين نشتغله مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى. لأن هو إيه؟ اشمل واحد في الباقي كله، الباقي بقى في الجيلو في حاجات كتير جدا هنتكلم عليها مع بعض ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. انا كنت حابب ابيع الحقيقه وبعدين قلت لا، احنا بنفهم العقد الاول ايه وهنطبق بعد كده في اي من هو العقد، سواء فيدك او مش فيدك او عربي او الى اخره، يبقى هنشتغل بايه بالكلام ده. Prevent recurrence of problems weakness through amending of procedures to include corrective preventive measures and provide opportunities for application of risk. Prevent recurrence يعني بيمنع تكرار المشاكل، بيمنع تكرار ايه؟ المشاكل اهو، ما تكرار المشاكل او نقاط ضعف او ويكنس. يعني انا قابلتني مشاكل او اي حاجه او نقاط ضعف في تعديل الاجراءات او الى اخره، يبقى انا ايه؟ لازم انا ككونتاكت مانجر واخد بالي ومفتح لها انها ازاي ايه؟ ما تكررش معايا مشاكل او فيها نقاط ضعف او الى اخره. تسهيل تقديم مضاف مشروع على اداره المشاريع. Facilitate training of project staff in project or contract management enhancing their ability to apply proper contract management practices. يبقى انا لازم كمدير مشروع كمدير عقد لازم يبقى عندي، لازم ادرب الناس كلها يبقى عارفين ده مش سر، لك مش كهنوت انا بس عارف، لا يبقى كل واحد في اطار الشغل اللي بيعمله عارف البنود اللي بيعملها ايه. يعني المهندس اللي بيعمل مثلا الستارت اب بتاع المشروع، غير المهندس اللي بيشتغل جوه المشروع، غير المهندس بتاع المستويات، غير المهندس بتاع الكونستراكشن، غير المهندس بتاع الـ PFC. كل واحد بيبقى عنده ايه؟ بروسيجر من ضمن الكونتراكت. طيب adopt as a part of a procedure guide of the organization is to establish quality management system. احنا كويس والله، احنا ايه؟ اتكلمنا على الـ ISO، الـ ISO هو الـ ISO 9001. خلاص؟ يبقى انا ايه؟ انا ككونتراكت مانجر انا عندي دليل الاجراءات الخاص بيا، يبقى ايه؟ خاص بيا عشان ايه؟ عشان جزء من الايزو سيستم. خلاص؟ improve the ability of project staff to take action efficiently and respond to contractual correspondences promptly in accordance with the terms of the contract. Improve the ability of project staff يعني تحسين قدره الموظف المشروع على اتخاذ الاجراءات، انه ياخد الاجراءات بكفاءه. يبقى كل قسم عارف كويس قوي الكونتراكشوري هو هيتصرف ازاي، ولازم يعرف ايه وهيخلص ايه زي ما اتفقنا. لما كنا بنتكلم برضه بنتكلم على الايزو، ان كل واحد له حدود، لو بياخد لو ان ولو اوت، ما يسبقش الان ما يتاخرش عن الاوت. وكل واحد عنده مسؤوليه زي ما قلنا ايه. يعني assist the implementation agency to complete the contract with the time provided, budget allocated and quite specified. هيساعد ال agency سواء المشروع او الشركه او المصنع او اي حاجه انا بعملها عشان يخلص عاديته to complete the contract
قناه له ثلاث حاجات، التايم بتاعه والبادجت بتاعه والكواليتي بتاعته، هما ثلاث حاجات. احنا قلنا دايما الثلاث حاجات دول الايه؟ التايم والكوست والكواليتي بتاعه. فدي حاجات من ضمن اصل الكونتراكت. الكونتراكت بيتقال فيه السعر كذا، الكواليتي بتاعته كذا في المواصفات، والايه؟ والمده بتاعته كذا في الفونت كذا. كبرنامج زمان. طيب. هنا البروفيشنال ستاندردز اوف كونتراكت. دي الحقيقه لا تخص الكونتراكت مانجر. دي تخص مين بقى؟ يعني انا بعمل مثلا مشروع، بلاش اقول في اسكندريه او في القاهره، بقى هقول هبعمله في الهند، خلاص؟ يبقى الحاجات دي برضه على فكره متاخده مش من لا من قانون مصري ولا من اي حاجه جوه مصر. انا واخد الكلام ده كله من حاجات يعني ايه من شرق اسيا، بصرف النظر ان هي ايه مش لازم نقول دلوقتي. يعني البابليك اوفيسر، خليني ان ايه البابليك اوفيسر انجيج ان ذا تاسك اوف بروجكت مانجمنت. كان نروح بالدخل بالعربي عشان نبقى عارفين الموضوع، يعني ايه العلاقه مع الجهات الحكوميه اللي بره، نفهم معاها ازاي. هنا سلوك وما تحكم في القدرات المهنيه، ده تصدر في قانون التاسيس. يعني المظهر ومين المشاركين مهم اداره المشروع. يعني انا دلوقتي بعمل مشروع مثلا في الهند، يبقى لازم القوانين الموجوده في الهند، حتى مش الهند نفسها، في اريا معينه من الهند، في اي حته في الهند، في اي محافظه، يبقى لازم يبقى في التزام بالعديد من الاحكام القانونيه وقواعد السلوك التي تنظم اللوائح الماليه وقانون الرشوه اللي هو الايه؟ بريبري اكت، والنشر بتكون مراية توجيه للوطن المشتريات الى اخره. اكثر وصفا كبير في المجال. بمعنى ايه؟ ان انا كمدير مشروع علي واجبات كعقد، في نفس الوقت المفروض ان انا دي اخذنا الانفايرمنت، الاكسترنال انفايرمنت، المايكرو انفايرمنت والماكرو انفايرمنت. المايكرو انفايرمنت والمايكرو انفايرمنت، لا الاكسترنال انفايرمنت ماكرو ومايكرو، خلاص. فالمايكرو اللي هو الاجهزه الحكوميه اللي مش معاها على طول، فدي لازم يبقى لها عندها سلوك، عندها اسس للتعامل، ما فيش رشوه، يبقى كل موظف عمومي قلبه على الحاجه يحس ان ايه ان هنا لما يبقى شغال مع المظهر ومين تاكد من استخدام المهاره العامه بطريقه تحمي مصلحه الجمهور، خلاص. هذا المفهوم وتطبيق المبدأ الثقة العامة. يعني الدولة هي الوصي على حماية ايه؟ الموارد الطبيعية الوطنية. يعني ما مش انا من السكة والموظفين من السكة وده اخره، عشان النقطة دي قد تبدو غريبة علينا شوية في ادارة الكونتراكت، لكن دي مطبقة في دول شرق اسيا وبرضه مش عايز اقول مين. الجمهور هم المستفيدون، الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين والولايات العامة تكون امينة للجمهور. يعني اي حد مسؤول مسؤوليه عامه لازم يبقى ايه؟ واخد صلاحيه، وصلاحياته خير من مين؟ وخير من الحكومه اللي هي حكومتنا احنا اللي بتمثلنا على كيد الجمهور يعني، والتي تم الاعتراف بها من قبل المحاكم من الاحكام البيضاء. بالتالي يتعين على جميع الموظفين العموميين. دي النتيجه. التصرف بامان وحياديه، ولا سيما اولئك الذين يشاركون في اداره المشتريات والعقود. مشتريات العقود بالذات ليه؟ المشتريات العقود دول اللي في ايدهم الكاش. وبالتالي يجب تجنب الاعمال غير اللائقه وضمان الالتزام باعلى مستوى من الاحتراف في اداء واجباته. خلاص؟ فدي ايه؟ ده اللي هو ايه؟ الاثكس اللي بنقول عليها الناس حتى اللي هي خارج اللي هي خارج نطاق المشروع يعني. طيب. دي ديفرنت فورمز هي ايه؟ الكونتراكت ابليكابل. في عندنا ايه؟ شروط عقد البناء الفكر 99 بالكتاب الاحمر، 99 ده قديم، ده قديم قوي. احنا هنتكلم على القديم، في كونديشن اوف كونتراكت 99، وفي بعد كده 2008 ما اعتقد، وفي اللي هي 2017 طلع كل ربع 2017 من تاني، الكتاب الاحمر والكتاب الاصفر والبيك بوك يمكن هو الاخر. فدي ايه؟ اللي نعرف بس اللي فيه الفيدك الاحمر، وفي الفيدك الاصفر، وفي الايه؟
البينك، في الفيديو الابيض ده بتاع العقود بتاعت الكونسلتنتس يعني عقد الاستشاري، وبعدين في بعد كده في عقود تانية، في كذا عقد تاني هن ايه هنتكلم عنهم بعد المره الجايه ان شاء الله. بس لو احنا بندي ترانسفورم للكونتراكتس بتاعتنا احنا اللي كمقاول او كمشروع. مش عقود فكر الاعمال المصممه من قبل صاحب العمل. يعني صاحب العمل، معلش انا هستاذنكم، في اعمال صاحب العمل بيبقى مصمم يعني بيمشي السيكونس الطبيعي، بيتعاقد، احنا خدنا البروجكت فيزز اللي هي ايه الدراسات، بعدين من الدراسات تطلع الايه الديزاين، بيخلصها المالك، وبعدين بينزلها لمين؟ للبروكيورمنت بقى عشان يدوروا على مقاول والى اخره. لا، في مشروعات بتبقى ايه؟ ديزاين اند بيلت. خلاص؟ طيب الديزاين اند بيلت دي بتبقى ايه؟ مسؤوليه الايه؟ المقاول هو اللي ايه؟ اللي يصمم ويبني في عقد فكره التصميم والبناء لاعمال مصممه من قبل المقاول. اللي هو ايه؟ اللي هو الديزاين اند بيلت. الديزاين اند بيلت ده بيتطلب حاجه مش ناس كتير تعرفها. اللي هو الايه؟ فيد دوكيمنت لفرونت اند انجينير ديزاين. دي الحقيقه انا قابلتني في حياتي مره في فندق هنا في مصر، فندق فايف ستارز كبير، وفي اعتقد في قطر في الاول فيلد. يعني الحاجات اللي هي ما فيش مش ما فيش حاجه متخصص فيها، ان اسهل ان انا اتعامل مع مقاول عنده خبره في الحاجتين، ولما باخد بقلم ما بروحش لواحد بس، لا ده كذا واحد، وباخد منهم الاوفرز، بس بيكون الاستشاري بتاعي محضر حاجه اسمها ايه؟ فرونت اند انجينيرنج ديزاين، اف اي اي دي، دي مش موجوده هنا، وناس كتير ما بتبقاش عارفاها للاسف. ويعني وبرده فرونت اند انجينيرنج ديزاين ده عادي خالص، ما هو في قطاعات البترول او في مجال اي مشروع انت هتكلف المقاول ان هو ايه يعمل له الديزاين بتاعه. دول الفرونت انجينيرنج ده عباره عن ايه؟ تفصيل التفاصيل بتاع كل حاجه. المبنى ده هيبقى السكريبتوم بتاعه ايه؟ كل اوضه هتبقى الوانها ايه؟ الفرش اللي هو لو هو مثلا فندق او مستشفى هيبقى شكله ايه ولونه ايه وكل حاجه ايه؟ يعني وصف تفصيلي لكل حاجه. انما الديزاين مش معمول مش منتهي او مش كامل. عنده فرونت انجينيرنج ديزاين اللي هو ايه؟ ده عشان نعرفه. اف اي اي دي ده معروف كويس قوي للناس اللي اشتغلت. لو كلمت اي حد بروفيشنال من كندا، من يعني اي حد شغال ايه اللي هو الايه، الفيدك الوردي عقود بناء صممه صاحب العمل. خلاص استاذ كتاب البينك فيدك بينك بوك الى كتاب فيدك الاحمر، تم تخصيصه يعني البينك متاخد من الكتاب الاحمر. عشان كده انا الحقيقه بفكر هو يعني عمال يعني ان شاء الله هو 100 صفحه يعني مش بسيط، 100 صفحه اللي هو العام الحقيقه يعني، ودي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعمله مع بعض ان شاء الله. بياخد مننا هو كم اعتقد كان 21 100 صفحه، هو 100 وشويه، 104 105 صفحه ان شاء الله هنجهزه، وهيبقى هو شغلنا. يعني انت لو عرفنا ده ما فيش حاجه عقد انترناشونال هيقف قدامي في اي حاجه. فان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله. طيب اداره العقود بقى كونتراكت مانجمنت is the process of ensuring the fulfillment of contractual responsibilities obligations of each party in efficient and effective manner and the contractual entitlements of parties are duly established and secured during the entire life cycle of contract. يعني اداره العقود هي ايه؟ اللي هي زي برضه يعني انا فاكر مره مسكت مشروع هنا في قبل ما اسافر، كنت كان هنا في لا بعد ما سافرت مره ورجعت يعني، فبيقول لي بقى الريسك كبيره بقى بتاع، فبقول انت هتعمل ايه؟ يعني بيختبرني يعني، قلت له على حاجه بسيطه جدا، هشوف العقد وهنفذه ببساطه. انا اكل بدون مشروع اعمل ايه؟ هشوف العقد فيه ايه وهنفذه. بس كلمه العقد زي ما نفتكر يا اخوانا، فاكر لو فاكرين العقد مش هو الشروط العامه شروط الخاصه، خلي بالك هيبان هنا برضه هنتكلم حاجات بجد. الشروط العامه، الشروط الخاصه، الصفات العامه، الصفات الخاصه، الرسومات، البي او كيو، الرسائل المتبادله،
كل الكلام ده من الاول لاخر. فدي ايه الكواليتي مانوال، يعني كل ما هو ده دي اللي هي العقد، يعني كلمه عقد ما حدش يبص يقول لك الفيلدينج ده العقد الاحمر، لا ده العقد الاحمر ده الجنرال كونديشن القانونيه بتاعته، انا مش كلها العقد، هو متسمي العقد باسم الايه؟ اللون العقد بتاعه، انما العقد عباره عن ايه؟ هيبان هنا برضه هنصلحه، هيبان اللي هي الايه؟ في حاجه اسمها ايه؟ الترتيب الاقوى، يعني اقوى حاجه يعني في الايه؟ في يعني هل الاقوى لو يعني لو لقيت حاجه مثلا في الرسومات مخالفه للبي او كيو، للبي او كيو اللي هي جدول الكميات، اخد بمين فيهم؟ ففي واحده منهم اقوى من الثانيه، هتبان لك اللي احنا بنشتغل. طيب الترمز كونتاكت مانجمنت اند كونتاكت ادمنستريشن الاثنين واحد خلاص. The terms contract management and contract administration are often used interchangeably. يعني ايه؟ يعني الاثنين بيستخدموا contract management او contract سمعت الكلمه دي او دي، دول ايه زي بعض. يعني اداره العقود يعني دي اسمها contract management و contract administration. The term contract administration is used to denote contractual functions which are to be performed by an engineer to the contract. يعني كانوا عن الاصطلاح ان يعني ايه contract administration دي بتتحط على الايه؟ على الوظائف اللي بيعملها المهندس العقد كفكره اصدار الخطاب والقبول يعني. خلاص؟ upon the issuance of the letter of acceptance continuing through and ending upon the issuance of performance certification. يعني الوظائف بتاع الفانكشنز اللي بينفذها مدير مهندس العقد ومدير العقد من اول اصدار خطاب القبول، يعني انا في الاول خالص، حتى لو انا بي ام او، يعني لو انا شركه بي ام او هنلاقي موجودين برضه في المحاضرات الاولانيه، بنقول البي ام او نفسه له ايه؟ له خطاب قبول، اللي هو الايه؟ يعني الخطاب قبول الاول لغايه ما العقد يخلص، يعني ليتر اوف انتنت اي واحد بياخدها، سواء بياخدها لو انا بي ام او بتعين بشتغل مع مالك، لو انا مقاول بشتغل مع مالك اقدر اخد بي ام او لغايه ما يخلصوا العقد، باخد ليتر اوف انتنت ان انا خلاص يعني رساله ايجاب وبتاخد بيها قانونا يعني ابتدي اشتغل وكل حاجه. وبرضه لو هو استشاري هو مقاول بطل او اي حاجه، يعني في ليتر بتتاخد او ليتر اوف اكسبتنس او ليتر اوف انتنت ان انا هشتغل في الموضوع. فدي قانونيه التي تستمر حتى اصدار شهاده الاداء. شهاده الاداء هي الايه؟ الليتر اوف اكسبتنس كونتينينج through an ending upon the issue of the order. يعني الاعمال او الاكتيفيتيز او الانشطه اللي بيعملها مهندس العقد من اول الخطاب الخطاب اللي بيسموه letter of intent او خطاب النوايا او letter of او acceptance او الموافقه، يعني في لها اسماء كتير قوي. فالمهم من اول ما يبقى في letter of acceptance بيدير المهندس العقود يشتغل لغايه ما يسلم ويخلص كل حاجه ويستلم المشروع ويبقى ياخد لغايه ما يخلص الفرد بتاعه. طيب الكونتاكت مانجمنت وذ ريسبكت تو ان امبلوير شود بي كاريد اوت باي ذا بروجكت دايركتور ماجر ريبريزنتنج ذا فيلك اند موست اذر فورمز اوف كونتاكت ريكواير ان انجينير تو بيرفورم سيرتن كونتراكت فانكشنز ويتش ار يوجوالي تيرمد از كونتراكت ادمنستريشن. يعني الكونتاك مع وزاره العقود بتبقى يعني هو يعني لازم انا كبروجكت مانجر ابقى عارف. البروجكت دايركتور بيبقى المفروض اعرف من البروجكت مانجر، ولو ان انا يعني انا بالنسبه لي لازم الناس كلها تبقى عارفه الكونتاك مانجر، لازم تبقى عارفاه كل واحد في الحته بتاعته. بس البرودكت مانجر البرودكت دايركتور بيبقى اكتر ايه؟ يعني في نوعين من الاداره، البرودكت دايركتور بيبقى فوق البروجكت مانجر، بيبقى مسؤولياته ما بين البروجكت وما بين الايه؟ الاكسترنال بيبل او خلاص؟ يعني بيبقى له شغله في المشروع وفي الايه؟ في كل الستيك هولدر التانيين غير المشروع، المالك بقى، استشاريين، موردين، كل انواع الايه؟
التاني. طيب كنت كمان ريزيست امبلوير، يبقى ايه عندنا ايه لازم مدير بيبقى الفيتك على عنده لازم مهندس لاداء الوظيفه التعاقديه معينه تسمى ايه عارف اداره العقود. يعني اداره العقود هو الايه الكونتراكت ادمنستريشن او الكونتراكت مانجر. طيب عندنا هنا بقى ايه؟ طيب الكونتراكت مانجمنت بروسيجرز، ايه الاجراءات بقى بتاعت الكونتراكت مانجمنت دي على فكره بتبقى جزء من الايزو. انا فاكر احنا اتكلمنا عليها اكيد. خلاص بتغطي اربع مرات رئيسيه. هم طبعا هو زي ما قال هي مع البروجكت فيزز، مع البروجكت فيزز، لكن هنا الموضوع مختصرين في الايه؟ الاربع حاجات اللي هي الموبيلايزيشن التجهيز الاولي خالص، الموبيلايزيشن بتاع البروجكت. يعني انا خدت لتر اوف انتنت بدايه ان انا بستلم لتر اوف انتنت طبعا ما بقاش كده، لازم ابقى ايه عارفها ومرجعها وقاريها ككونتراكت مانجر، وقبل ما تطلع حتى بقوم متفق معاها لان هي جياني او انا هطلعها. يعني انا بتكلم في الحالتين، حاله ان انا مالك او حاله ان انا مقاول او حاله ان انا في ام او، حاله ان انا يعني اي طرف لازم لتر اوف انتنت دي يبقى متفق على صياغتها حتى قبل ما تتفق مع الطرف الاول. لو هو طرف ثاني لازم تتفق مع صياغه الطرف الاول، لو طرف اول لازم تتفق على صياغتها مع الطرف الثاني. يعني دي اول مستند في الايد بيبقى ايه هيتبنى عليه كل المشروع. فيبقى ايه بيبقى الويلنجنس تبقى واضحه، احنا متفقين ان احنا هننفذ المشروع صح مع بعض، هننفذ المشروع ايه فير وكويس. يبقى ايه المراحل بتاعت بقى اداره العقود؟ ثلاث حاجات، اربع مراحل. التجهيز الاولي الموبيلايزيشن، الموبيلايزيشن بتشمل ايه؟ من اول ما لغايه ما ايه؟ ما انزل الموقع انفذ. طبعا في تجهيزات، في اوردرز، في تعيينات، في حاجات كتير جدا عشان انزل اعمل التنفيذ. هي بتمشي بارلل لكن دي نقطه مهمه جدا. طيب التنفيذ بقى الكونستراكشن ده اللي بياخد المده الاساسيه بتاعت ايه؟ التايم بتاع البروجكت يعني الديوريشن. طب الانتهاء بقى الكومبليشن، الانتهاء يعني انا بدات التنفيذ خلاص، مرحله فتره الانتهاء دي بيبقى فيها مليانه حاجات. يعني انا بسلم بقى التسليم ده في حد ذاته ممكن اكون مسلم خرسانات ومباني وبتاع في مرحله معينه، وبعدين مسلم ميكانيكال، كان كل حاجه مع بعضها. ففي الكومبليشن ده بيبقى في قصص كثيره جدا، في مشروع كتير بتحتاج حاجه اسمها كوميشن. كوميشن ده اللي ايه؟ يعني انا عملت فندق لازم كل الحاجات، انا استلمت المعماري والانشائي والكهرباء والميكانيكا والصحي والتكييفات، كل حاجه بتاعتها كلها وكل حاجه فيها ممتازه، لكن تشغله مع بعض اللي هو الايه كوميشن. الحاجات دي كلها لما عملتها هشتغلها مع بعض، اسمها بيسموه سوفت اوبننج في الاول. في قطاعات البترول نفس القصه، انا بعمل مثلا محطه كبيره فيها ترينز، فيها حاجات كثيره جدا، يبقى انا ايه بشغل كل حاجات مع بعضها، المواسير والفلترز والانبوت والبامبس والبايبس وكل حاجه من اول لاخرها مع بعض، استنبط الواحد لوحدها كويس. انا شغال مع بعض بقى ده اسمه الايه كوميشننج. في قطاع البترول في مهندس مخصوص للكوميشننج، مخصوص خلي بالنا في كل حته مجال، بس هو بتاع الكوميشننج في قطاع البترول ده من اهم المهندسين، بيبقى مهندس شاطر جدا فاهم كل حاجه، لان يعني ده اللي هو بيوقع بيقول المصنع اللي اتعمل ده او الاويل فيلد البلانت اللي اتعمل ده. انا جاي بتكلم على البترول ليه يا اخوانا؟ لان هو اول حاجه حاسسها هتلاقوا شركات البترول، شركات دول اوريدي بدات تطلب ناس، نخلي بالنا هتطلب مدير مشاريع، هتطلب مهندسين اعمار، ميكانيكا، مدني، كهرباء، كل انواع المهندسين. يعني شركه بترول دي تفاعلين وبيشتغلوا مهندسين بترول، لا مهندسين بترول دولت يعني ايه؟ ندره خلاص، او يعني ما بيبقوش كتير، انما الناس كل انواع المهندسين كل التخصصات. فعشان كده دايما بتكلم عن البترول زي دلوقتي ليه؟ يعني البترول هو اول حاجه هتبتدي بارل، ما هيبقى الايه الاعمار بتاع القشر الاوسط اللي بقى ارض تستوي بالارض وعايز ايه شغل معين. يعني بعد اقفال العقد بقى الايه بروجكت كلوز اوت، اللي هو بعد الايه بعد الضمان الاولية اللي انا بعمل مشروع عادي، او بعد تسليم المشروع بعد الباسد كوميشن في مجال البترول، او بعد الشفت اوبننج
بالنسبه للمستشفى او للايه او للفرد. طيب الكي برنسبلز بقى بتاعت الايه كونتاكت مانجمنت، الايه المفاتيح الاساسيه يعني، او المبادئ الاساسيه لايه الكونتاكت مانجمنت. The proper management of activities during the initial stage of contract including mobilization and commencement of the contract and to ensure the following. الرسيم من خلال المرحله الاولانيه من العقد. خلاص؟ بيحقق الطرفين الاهداف خلال التواريخ والفترات الرئيسيه المحدده في العقد. يعني اول حاجه انا اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني الاول تلاقت الاهداف والنوايا و و و ونيه صادقه و الى اخره، بتكلم يعني على ايه؟ بالبلد يعني ان احنا الاثنين بمنتهى الوضوح بمنتهى الشفافيه بمنتهى يعني احتفاظنا كل واحد بيحافظ على حق الطرف الثاني وبيحافظ عليه وهيحقق له المتفق عليه. اتفقنا على الاتي، هنخلص الحاجه الفلانيه كذا كذا وكذا وكذا وكذا، والحاجات دي بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، ومعانا مصاب العام والمواصفات الخاصه، وعندنا التايم بتاعها كذا 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 كذا. في مشروعات ممكن تتسلم على مراحل، يعني انا ممكن انا مثلا مشروع مثلا بعمل مدينه سكنيه مثلا بتتقسم، ابدي مثلا منطقه العمارات بعدين الفيلات بعدين منطقه المناطق الترفيهيه والى اخره. لو انا بعمل مصانع مثلا اعمل مصنع مثلا لغات الاول ولا مصنع النسيج، ولو انا بعمل مجمع مع يعني غد ونسيج مثلا، يبقى ايه؟ يبقى في موقع نفس المشروع يبقى في ايه؟ استلامات مرحليه بتبقى موجوده جوه العقد. تعال بقى يعني ايه؟ بسبق الاحداث وهي مش موجود هنا ومش مترتب، لكن انا يعني يا الواد عايز ايه يقول كل اللي ربنا يقدرنا عليه عشان نوصله لزملائنا والابنائنا والاحفادنا اللي هو ممكن يتعرضوا لاي انترفيو. وهفكركم برضو الانجليش ثم الانجليش ثم الانجليش، اللي ما بدأش انجليش دلوقتي يلحق وياخده بعوجان زي ما قلنا، ما يحبش كده. المنافسه بقت شديده جدا جدا، والخلاص يعني انا كنت اتوقع بصراحه ان الموضوع يمشي بسرعه دي، لكن خلاص واحنا داخلين على شهر 10، احنا قلنا 10 10 12 3 شهور، انا كنت متوقع ان في اول يناير، انما الحقيقه بدات بقيت الناس تشتغل وبدأت الناس تدخل وبدأت الناس تحضر نفسها وهكذا. طيب ونخلي بالنا الهنود اقوياء جدا دلوقتي، الفلبينيين في شرق اسيا، الصينيين، فاحنا لازم يبقى عندنا عزم. بس انا بقول لكم عليه وانا بقول هذا الكلام لا مجامله ولا تعصب ولا يعني لاي غرض. الانسان المصري او العربي اللي بيحط في دماغه ان هو يتميز هيتميز، واحنا اتكلمنا اللقاء اللي فات المحاضره اللي فاتت يوم الاحد اللي فات على هذا الكلام. احنا ما احناش عجزه ولا احنا اقل من اي حد، بالعكس بالعكس. يعني انت حط دماغك ان انت زي ما قلنا ثلاث حاجات بفكرهم وبقولهم تاني ودايما، اللانجوج ثم اللانجوج ثم اللانجوج اللي هو الانجلش. ما حدش يقول بقى هو انا يعني اللغه العربيه بقى وتدخل النار، لا، بمعنى انك تبقى الانجلش بتاعك بيرفكت، انك تنسى العربي لان العربي بتاعك يبقى بيرفكت، والعربي بتاعك بقى بيرفكت اي لغه ثانيه هتبقى معاك بيرفكت، يبقى انت واخد انت بتشتغل بغنى. ثم ثاني حاجه ثلاث اربع سنين تسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني كان احنا بنقوله ده واللي موجود دلوقتي الحمد لله ربنا يبارك فيه، الباشمهندس محمود، الباشمهندس احمد، والباشمهندس عمر، يعني الحمد لله اتنظم الموضوع دلوقتي موجود على اليوتيوب ومتقطع فيديوهات صغيره. فده انشروهم يا اخوان، اخشوا عليهم وسببوهم انشروهم. هي مش قصه شهاده، انت هتاخد شهاده يعني الشهادات كتير قوي، بس انا عايز كل واحد يبقى يعني ايه الكلام اللي متقال ده يمشي معاه في دمه، يعني يمشي بالنسبه له زي الاكل والشرب، زي الكلام، زي اي حد، بحيث انه يدخل في اي انترفيو يبقى واقف بثقه قدام اي حد. لان برضه هي مش غرورا ولا اي حاجه خالص، الناس برضه في حد في دماغه شهاده معينه بيجري وراها ياخدها يعملها، وبيفكر ان هو ايه نهايه العالم في الشهاده اللي هو خدها. طيب معلش، المهم الثلاث حاجات قلنا عليها، ثالث حاجه الايه؟ كونتينوس امبروفمنت. ما حدش يتغرب بعلمه ولا بشهاداته ولا بفلوسه ولا بوظيفته ولا بموقعه ولا بقوته
ولا بأي حاجة خالص، ويظل لغاية آخر يوم في حياته يبقى إيه؟ يفضل حاطط في دماغه وما أوتيته من العلم إلا قليلا. وكل يوم بنتعلم وكل يوم بنعرف. لو بقى عندك 100 سنة محتاج إنك تعرف تتعرف وتعمل إيه؟ continuous improvement الكابابيلتيز بتاعتك. طيب parties fulfill their contractual legal and regulatory obligations including notification requirements and making payments. الأطراف هم الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، بتفي بالتزاماتها التعاقدية والقانونية contractual والليجل. التعاقدية contractual دي contract يعني الطبقة التعاقدية، والليجل اللي هي القانونية، والتنظيمية اللي هي regulatory obligations. فاكرين لما بنقول contractual والregulatory التنظيمية، متطلبات الإخطار وإيه وسرادة المدفوعات، وطبعا البيمنتس. البيمنتس ده عادة يعني أغلب المشروعات أو أغلب المؤسسات بتبقى مشكلتهم الأمور الفنية، عمرها ما بتوقع مشروع. الأمور الفنية ده أنا أبعد أجيب أعظم دكتور في الدنيا وأديله أشغله مثلا شهر اثنين ثلاثة واخد منه زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. الصين كلها وقفت على واحد، مش وقفت يعني اشتغلت بواحد، واحد عراقي، عراقي بريطاني اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وقلنا عليه. اليابان دايما وقفها ومشاها على حالها، وربنا يديله الصحه اخونا الدكتور شريف الصفتي برضه. يعني بيبقى واحد بجيبه لمده معينه لفتره معينه واخد التكنيكال بتاعه. انما اللي بيبقى اللي بيخسر لي اي مشروع او اي مؤسسه او اي بلد حتى اللي هي الايه؟ الاداره والاداره الماليه. انما انا مش بقلل من قيمه الشؤون الفنيه، بالعكس الشؤون الفنيه هي الروح بتاع الشغل، هي اللي بتطلع لك البرودكت. لكن بتاع البرودكت ازاي بقى؟ في مواعيده ولا لا؟ وبتمنه ولا لا؟ وخلطاته ولا لا؟ دي عمليه ايه؟ اللي احنا بنقول عليها. طيب الإدارة السليمة للأشخاص اللي هي proper management of activities during the initial stage of contract including mobilization and commencement of the contract to ensure the following. احنا دلوقتي احنا عايزين ايه؟ الكونتراكت مانجمنت احنا خلصنا ثلاث نقط، هنحاول نجري شويه عشان ايه؟ هي كتير انا عايز اقطع، مش هخلص النهارده البرزنتيشن ده كله، بس نقطع مرحله كبيره عشان برضو ايه؟ يعني نعوض برضو والساعه 9 ونص يعني 10 ربع 10 ونص كده ان شاء الله. ما عملناش حاجه. عموما خلينا احنا مع بعض وان شاء الله نشوف احنا ايه هنوصل لغايه فين. Identify risk of cost overrun and prolongation of contract period. بحدد الريسك المخاطر، ان انا هل هتجاوز التكاليف؟ هل هتجاوز المده؟ مده العقد؟ فدي المراقبه المستمره. وانا باكد لكم انا مش ببالغ ولا بدي حاجه، انا ما بعملهاش. انا ما عنديش حاجه اسمها مشروع مقاولات ابقى ماسكه كمدير مشروع ويعدي اسبوع من غير ما اكون عامل الميتنج كامل مع الكونسلتنت مع المالك مع كل الناس، بحيث ان انا بقى ايه؟ ابقى عارف التايم بتاعي ايه؟ الكوست بتاعي ايه؟ الكوست بتاعتي ماشيه ازاي؟ كل اسبوع. يعني هو اللي هيفكر يخش يشتغل بالاجايل كام يقول اخره هيلاقيك مش هخرج عن كده. خلاص ان انت كل اسبوع عارف انت فين وعارف بالحرف. والكلام ده انا مش انا اللي مخترعه، انا عشت الكلام ده، عشته وانا ما اشتغلتش في امريكا ولا في حته. لا اشتغلت في شركات امريكاني واشتغلت في شركات يابانيه واشتغلت في شركات جنسيات مختلفه انجليزي وفرنسي والى اخره، لكن القصه مش كده. قصة علشان تربح مشروعك ما ينفعش انت كل ما عندك بلانرز كويسين وكوست كنترولر كويسين، ناس بتصير كنترول والكيو اي كيو سي كويسين، المشروع بتاعك بيمشي فل، لا بيتاخر ولا الكواليتي بتاعته بتبوظ، وكواليتي اشورنس صاحي، هتلاقي الدنيا كلها مش زي الفل. طيب اداره المطالبات الخاصه بالتكاليف اللي هو مانج كليمز فور اديشنال كوست اند تايم ان ان افيشال اند افكتيف مانر and prompt action is taken to determine entitlement. يعني حصل اي فاريشن، وده عادي. بنيجي مثلا في بند من البنود، كنت هعمل مثلا في المؤسسه مثلا 200 متر بقى 250، مفيش اي مشكله خالص.
مش كده، تاخد الاوردر عادي خالص. في ناس بتصمم على اوردر، وفي ناس ممكن تشتغل من غير يعني فورمال اوردر. انا شغال وزاد الامور شويه، مش مشكله. انا اي كونتراكت في الدنيا ليه 15% فوق 15% تحت من الفاليو بتاعته طبقا للعقود. في ساعات عقود بتقول ايه؟ ان كل مانت يزيد او يقل 25%. فكل واحد يعني دي كلها حاجات اجتهادات. انما العامه تقريبا اللي هي انت اي كونتراكت يبقى فيه 5% اوفر بلس او ماينس. طيب لازم يبقى فيه ايه؟ كليم مانجمنت، خلي بالنا يعني هي اداره المطالبات اللي هي كليم مانجمنت. لاي اديشنال كوست، مش اديشنال بس، خلي بالنا اديشنال او اكستراكشن او اقل يعني لان ممكن الاقل ده يبقى الكوست عليك اوحش. يعني انا عامل حسابي ان انا يعني انا لازم الريسك ده يكون محسوب. لو انا داخل في مشروع مثلا ب 100 مليون، خلاص انا عامل حساباتي وعامل موظفين وعامل الكوستنج بتاعي وعامل كل الكوستنج ده على اساس ان انا ايه هشتغل مثلا ب 100 مليون جنيه شغل. خلاص طيب لو انا اشتغلت بقى ب 75، لا ده انا خسران. ليه بقى؟ انا كنت محمل الطقم بتاع الناس بتوعي عشان احسب ب 100 مليون. ال 100 مليون سيل كسبوا 20%، عشان كسبوا كام؟ 20 مليون. انا لو اشتغل مديك من ضمنهم بقى اندايركت كوست و الى اخره. طيب لو انا بقى الشغل بتاعي بقى ب 75، نزلت من 20 لكام؟ ل 15. خلاص؟ على 15 دي هتديني مكسبي كام؟ يعني في الحته دي يعني زي ما بيقولوا الفلاحين بتوعنا زمان، ايه ازاي اخد ناقص؟ يعني ما حدش يفرح هو قال يقول لك بقى انا بخلص وبعمل، لا يبقى انت الكوست نفسه في الاخر في الاول لما محطوط فيه كل حاجه، والريسك بتاع انك تعمل شغل اقل لازم تحط انت كونسيدريشن وانت بتعمل الكوست بتاعك. طيب معلش احنا ساعات شكلنا احنا بنخرج عن الورق ده مش خروج، لان انت كل موضوع بنتكلم عليها دي كلها بتبدو هي لوحدها، لكن هي لينك بالباقي. ودي شغل مدير المشروع، خلي بالكم يعني مدير المشروع ده اللي هو القدر. يعني ممكن انا اشتغل كوست كنترول، عارف بشتغل كوست كنترول من هنا لهنا، بشتغل كونتاكت مانجمنت من هنا لهنا برضه، كونتاكت مانجمنت برضه والاكسي مانجر، وبيبقى كل حاجه في ايديهم. لكن انا كمدير مشروع عارف كويس قوي 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 كل واحد اوله ايه واخره ايه، واي واحد يغيب انا جاهز كبروجكت مانجر ان انا اشتغل شغله. يعني مش هيوقفني، مش هقف. لو انا بروجكت مانجر شاطر هعرف اتصرف، يعني اشغل الديبيتي بتاع الراجل اللي غاب ده، او انا اعمل شغله او اوديه او اعمله، انما الشغل ما يوقفش على حد. الاحتفاظ بالسجلات التعاقديه بامتلاك السندات والضمانات والبورصه الامين او اللي هي ايه؟ مينتين كونتراكشوال ريكوردز. على فكره البرزنتيشن دي اصلا معمول انجلش، انا في اخر لحظه قررت ان انا اترجم الترجمه للعربي عشان كده ايه؟ انا ما بخلصهاش للاخر يعني، خلاص عملتها بس يعني مش زي ما انا عاوز يعني. فالمهم يعني احنا دلوقتي المفروض بنتكلم بالانجلش، بس احنا لو قعدنا بقى اقعد في الانجلش وافكر واعمل هنلاقي لها بنقطه ضعف الوقت اللي احنا بناخده دلوقتي. فانا بحاول ان انا يعني ايه يعني ندي اقصى 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 معلومات اقصى بيانات في 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 احسن وقت يعني. معلش الميل كونتراكشن ريكوردز انكلودنج بونس and guarantees, insurance policies, contractual correspondences and records of resources utilized and reports with regard to quality, progress and other aspects which are connected to performance of the contract. جميع السجلات، خلي بالنا عشان كده اوعى حد يبص للدوكمنت كنترولر على انه يعني واحد بيتسلم ويقعد في ورق، ده من اخطر الامور الموجوده عندك. اوعى حد يبص للدوكمنتيشن او للريبورتس والكلام ده كله، اللي يعني ايه اديني بلم ورق. اوعى حد يعتقد كده، اوعى حد يعتقد ان انا بقى برنامج زمني اديني عملت عشان الاستشاري بس وعشان المالي، لا ده كل واحده من دول دوكيمنت حل اي كليم. المقاول المفتح المصحصح اللي بيعرف ياخد كليمز من الهوا طبعا بيبقى حقه، لكن في ناس كتير واخده بالها بقى ماشي يديله اوردر بزياده حاجه، ادي اللي بعملها وما بسجلهاش ما بعملهاش، لا. فدي السجلات العقديه فيها السندات والضمانات والبورصه كلهم لازم تبقى فيري فيري
very well filed. ان شاء الله فايلنج سيستم. احنا اتكلمنا عن الدوكمنت كنترول، كان في محاضره ولقاء كان جميل صراحه، وبس فيكم خلصناه قبل كده. فصدق انا بنصح اخواننا، خلي بالكم راجعوا الكلام ده كله تاني، ادي نفسك وقت كل يوم ساعه ولا ساعتين، راجع الكلام اللي احنا قلناه كله تاني. يعني انا مش خسران حاجه، بقول لكم ليه الكلام ده، كل ما هتلاقي نفسك متمكن من الكلام ده كله هتدخل هتتساءل في ايه، وما حدش هيحتاجك اكتر غير كده. اي واحد انترناشونال، انا لما دخلت الشركات انترناشونال مجرد بيشوف السي في كلمتين يقول لي انت عايز كام، بيبان على طول انت راجل محترف وانت راجل فاهم وقاري ومطلع، ولا انت يعني يعني في ناس انا خدت بقى البي ام بي والتن نولج، قال لي حافظهم صم ما اعرف اتصرف فيه وما اعرف اقول له، ما حد سالني جواه. طب حد طلعك بره شويه هتعمل ايه؟ لو حد سالك على اوبريشن في حته معينه، لو حد سالك على بروبلمز في حته معينه، فيعني ايه ما يبقاش يعني ما يعني ما حدش زي ما قلنا ما حدش يتغر. البي ام بي شهاده عظيمه جدا جدا جدا، واللي عملها رائع، والبرنس 2 نفس القصه الحقيقه. يعني الاثنين قلنا دول رائعين وممتازين، لكن ما حدش اعتقد ان هو خدهم بقى بدون مشروع. لا يعني حتى الـ PMA اللي هي بتقرر عامله فور ليفل لمدير المشروع، يعني ايه مش بقول يعني بتقيم صح، لو انت يعني انتوا برضه احنا محظوظين السنه دي برضه في الموضوع الوطني، انت في الاول خالص في اول لقاء او لقاءين في الكمبيوتر بيرفورمانس انديكيتورز زي الكيك بوينت انديكيتورز كمبيوتر بيرفورمانس انديكيتورز موجوده في كنا بنشرح في الاي بي ام اي، حطينا كل الايه بيرفورمانس انديكيتورز بتاعت مدير المشروع، وكانوا في ثلاث حاجات لو نفتكر 3 بيز لو نرجعهم برضه عشان نعرف. يعني انا قصدي حاجه ما حدش يقول بقى ده انا خدت شهاده بقى ولا 20 محاضره دول انا معايا شهاده دول، لا ادخل ولو حاجه ناقصه او حاجه بتاع واحنا جاهزين في اي لقاء اسال. وما من غير لقاء عندنا على الـ على الـ على الـ على الـ الواتساب، لان انا سعادتي الحقيقيه الحقيقه يعني ان انا بس الناس الشغل يبتدي ان انا الاقي الناس اللي هتكلم معايا هنا كلهم مديرين مشاريع في باكتل في التكنيك في تشيودا في السي سي سي في الشركات الكبيره كلها، على اخرها ايه خطفتهم وبقى اخذوا بقى السالرز اللي هي ايه ان شاء الله يعني تكون يعني خير عليهم وعلى بيتهم وعلى اولادهم. فالميديك كونتراكشن اوبليجيشن دي مهمه جدا. نخش على اللي وراه الكي برنسبلز. نمبر 7 استابليش ديسبيوت ريزولوشن ميكانيزم اند ريزولوشن اوف ديسبيوتس through multi-tier dispute resolution processes in accordance with the contract. الترمز كلها هنا ميرلي قانونيه، عشان كده انا برضه انا قصدت ان انا يعني ايه عشان كده ده بدا الانجليزي وانا على عجاله والله ترجمته عشان برضه ايه يبقى احنا ايه في ايدنا الاثنين. الترجمه العربي انا مش مبسوط منها قوي لسه، انا لسه ما خدتهاش بريسايز واي، لكن ان شاء الله هنظبطها. يعني انشاء اليات تصفيه المنازعات، يعني استابلش ديسبيوت ريزوليوشن ميكانيزم، اليات ميكانيزم انا بعمل ايه؟ اليات تصفيه المنازعات اند ريزوليوشن اوف ديسبيوت، وايه؟ وحل الايه؟ وتسويه المنازعات. ريزوليوشن سبوس اللي هي تسويه المنازعات. يعني بعمل الاليه وبعدين ايه؟ بعمل تسويه المنازعات من خلال عمليات تسويه المنازعات متعدده المستويات طبقا للعقد. يعني احنا هنتكلم على العقود ان شاء الله، بقينا برضه فينا في الكونتراكت مانجمنت ازاي اتعامل لك في الفيديوهات اللي جايه في الـ في الـ في الـ في السلايدز اللي جايه وكده. نمره 8 افكت كونتراكت سسبنشن اند اور ترمينيشن وير ابسولوتلي نيسيسري ان اكوردنس وذ provision of the contract. ليه بقى ايه؟ الكونت سسبنشن اللي هو تعليق المشروع او انهاء العقد. خلاص؟ عند الضروره القصوى نخلي بالنا، هو
وفقا لاقامه عقد. لان اي عقد في الدنيا في نقط معينه ان ايه ينتهي التعاقد، ينتهي. بس التاثير بقى هيبقى ازاي هو ده اللي بكلام عليه. يعني حصل فورس ماجور، حصل زلازل، حصل حرب، حصل بركان، حصل تغييرات سياسيه كبيره جدا وقفت الدنيا وعملت الحاجات اللي هي غصب عن الطرفين. يعني طالما في احد الاطراف اللي هو اثر في حاجه، يعني المقاول ماشي كويس واقول الثري ايشوز اللي هي التايم والكوست والكواليتي، ما عنديش مشكله. والكلاينت بايه؟ بيدفع وبيشرف الدنيا ماشيه لو الاثنين ماشيين كويس. وحصل بقى فورس ماجور اعتقد دي كلمه فرنساوي اللي هي الايه؟ القوه الايه؟ القوة الطارئة، مش الطارئة، فورس ماجور، ماجور يعني القوة القهرية، القوة القهرية، فورس ماجور. خلاص؟ طيب، ففي تعليق أو إنهاء العقد، ممكن العقد أعلقه، بس تعليق العقد ده بيبقى مشكلة لمين؟ أكتر المقاول. لو أنا مقاول هفضل عقدتي بقى موجودة في المكان، والناس اللي مع موظفها موجودة على المكان، المصاريف اللي هي الاكسبنس اللي انا بعملها على المكان او على المشروع افضل اعملها كده 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 وانا مش شغال وانا مش منتج، فطبعا دي مشكله في البيئه المدهوره لاحكام العقد. اي عقد بقى بيبقى فيه هذا الكلام مفيش، بيتعمل بقى كليم، بيتعمل اربيتريشن، بيتعمل بقى اي حاجه. كل ما كانت الحلول مع بعض في الاول بيبقى يعني مناقشات واخر، ممكن احنا الاثنين مع بعض نوصل لحل مش محتاجين اربيتريشن حتى، احنا ليه اتفقنا على كذا 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 وبنحافظ على علاقتنا ببعض، وان احنا نوقف المشوره مثلا او نعلقها او اخر. فدي بتبقى دي اجمل حاجه تحصل، لان يعني انت كل واحد بيبص كورت كيس بقى. لو احنا يعني خلاص انا شخصيا ما بميلهاش، انت كل ما قدرت تحل مشاكلك وانت في فيرست بارتي او السكند بارتي، كل ما انت ايه هتحافظ على الاسم بتاع الناس في السوق، هتلاقي اسمك في السوق يعني دايما يعني مشعشع يعني. طيب كاري اوت كونتراكت كلوز اوت افتر اول بيمنتس هاف بين ميد اندر ذا كونتراكت اند ذا وركس اكسكيوتد اند كومبليتد اندر ذا كونتراكت ار تيكن اوفر. دي اخر نقطه بقى، اتمام انهاء العقد على استلام جميع الدفعات. يعني مفيش حاجه اسمها عقد ينتهي وانا مش مسدد بالدفعات. يعني انا عملت التسليم النهائي خلاص، المفروض اخد 95% من قيمه العقد بتاعي، في 5% في الحاجه دي تبقى ان العقد بقى ماشي ازاي. في فلوس بتقعد زياده الضمان بتكلم على الكونستراكشن، قطاع البترول ممكن يكون في اتفاقيات اخرى بعد كوميشن او اي حاجه. يعني طبقا للعقد انا خلصت الكوميشن والرننج اوفر بتاعي، مش رننج اوفر، لازم اكون واخد كل فلوسي. في مالك بيصعبك، انا اسف يعني للملاك، ما بتديش الفلوس بقى، بتعذب بقى المقاول. هنا في الكيس دي المقاول الشاطر يعني كويس قوي يتصرف، لكن انا مش من انصار ان احنا بقى ايه، يبقى احنا انا ابقى كمالك عندي مشاكل مع المقاولين بتوعي، او انا مقاول عندي مشاكل في كذا حاجه. لا، استمرار البيزنس واستمرار الشركات واستمرار المؤسسات قائم على ايه؟ على سمعتها وعلى الناس اللي فيها. يعني انت لو تخش في حته فيها ناس يعني كونسيكم سا زي ما بيقولوا الفرنساويين، يعني مش هخلص لك حاجه الا اذا قبض او اذا خلص او الا اذا او الا اذا الا اذا، ممكن هتروح للمضطر عشان تخلص. لكن انت بعد كده يعني ايه؟ لو في الظروف العاديه عمرك ما هتوصل هذا المكان، وهذا الكلام بيخسر سمعته. وياما شركات كتير جدا احنا شفناها قدام عينينا، وشركات قطاع عام كتير وقعت لهذه الاسباب. يبقى الطقم اللي فيها مثلا ما كانش يعني ايه، الراس بتبقى مش حلوه، فطبعا الناس بيبقوا مش كويسين وبتاخد زي ما بيقولوا بتاخدهم العزه بالاسم، لكن في لحظه هزار بيقعوا. وبنتكلم على كده ليه؟ طب ده دول كامله وقعت. شوف كل الممالك اللي حصلت في الدنيا، الحاجات القديمه كلها من اول لاخرها راحت فين؟ حاجات اللي يدخل فيها فساد، يدخل فيها كلام ده كله من اخره، والكلام ده كله انا مش بكلمه، انا مش واخده من ناحيه
كدين او كتدين، لا طبعا طبعا احنا لازم نبقى متدينين. يعني انا كمسلم لازم اتدين والصلاه والصلاه الخمس بتوعي اعرفهم واعملهم، كمسيحي لازم ابقى متدين وبصلي الاجبيه السبعه بتاعتي وليا صلواتي وليا تسبيحاتي والكلام ده من اخره. ده اضافه جميله بطيبه وبخلق والى اخره. ده الانسان التدين الحقيقي. يعني التدين عمره ما كان شر ولا بيحمل اي مغزى من او معنى من معاني الشر. ما فيش دين ولا رسول ولا اي حاجه قالت خليك شرير، ده بالعكس. ده انت لو بصيت في معوزة الجبل مع اخواننا المسيحيين يعني بقول له خليك ملاك، احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم، من ضربك على خدك الايمن، من بدأ خدك الايسر، من اخذ رداءك فاعطيه ثوبك. يعني القصد ان التدين، خلي بالك، مش يعني ما نتهمش حد بالتدين، لا ده مش تهمه. المتدين ده بيبقى ملاك ماشي على الارض يعني. طيب هو بس طبعا اعدائنا الواضحين هم اللي بيحاولوا يعملوا الكلام ده، عشان ايه؟ لان التدين مرتبط بالخلق شرعا، وانك على خلق عظيم. يعني التدين لا ينفصل عن الخلق، لا ينفصل عن الاثكس، لا ينفصل عن الصدق، عن الامانه، عن كلام الاخر. انما واحد مثلا رب دقنه وحط طاقية على دماغه سواء سوداء أو بيضاء أو إلى آخره، أو يعني لا، يعني التدين في أساسه يعني نقرأ نشوف نعرف. خلاص أنا آسف، أنا ما طلعتش بره، بس إيه يعني برضه عشان برضه إحنا مش عارف طبعا. بقول لك أوعوا حد يقول مثلا إيه، يعني في ناس كتير تقول لك إيه، ما الناس كلها مثلا بتفتش، الناس كلها بتشرك وأنت وحدك بس ما تفتشيش. ده الناس كلها بتسرق، الناس كلها تسرق، انت ما تمدش على حرام. وهتفتكر كلامي ده، هقول الله يرحمه كان قال لي في الاخر، كل من حط فيه في عنده مليون حرام او دخل حاجه مشكوك فيها بتضيع منه، وبتضيع منه في حاجات اغلى بكتير ما كان يتخيل. مش هتكلم اخر كده، لكن برضو انا بحب اقول الكلام ده ليه؟ عشان ايه، في ناس كثيره جدا للاسف كتير جدا لغايه دلوقتي تقول لك ايه المقاولات دي، يعني بعد الشر يعني سرقه. لا، المقاولات اداره اموالك واموال الغير. خلاص معلش، انا عن ايه يعني، دي كلمات كده بتبقى براكتس واحنا ماشيين، لان احنا مش يعني هي مش محاضره يعني، تعالى احنا بنتناقش مع بعض. الحفاظ على التواصل او maintain open and effective communication between all parties using appropriate channels and means and providing feedback to enhance contract performance. This could be in the form of meetings. الميتنجز، الميتنجز دي انا بكلمكم بعد خبره، عايز اقول قد ايه مش هفضح نفسي معاكم يعني كتير. احسن حاجه تحل المشاكل اللي عندك ميتنج، بروبر ميتنج، باجنده صح، بحضور صح، باناليزيس صح، بمناقشات صح، هتحل اي مشكله. الميجن مش عشان نتخانق ولا نزعق، لا، الميجن احنا عندنا مشكله فنيه هنحلها مع بعض، نحلها مع بعض. ميتنجز، ديسكشنز، مناقشات. ولما ادخل مناقشه لو انا وجهه نظري ما مشيتش، ده ما لا يعني ان انا وحش ولا انا غلطان، لا، اي اختلاف ده ايه؟ يثر الحوار. سايد فيزيتس، زيارات الموقع. انا مش ما حدش يقول بقى ايه؟ ده زرت موقع الشهر اللي فات ولا ما، لا، الموقع ده يعني انا اصلا كنت بدي شركه في قطر، انا يوميا الصبح نازل بدري عشان اعدي على المواقع. ده مش كل مواقع، كان موقع كل يوم مقسمه على الاسبوع، لازم تشوف بعينك. جاي لك ريبورت ديلي، وجاي لك ريبورت ويكلي، وجاي لك ريبورت على اعلى مستوى في كل حاجه، في الكوست كنترول، وفي الكي بيرفورمانس انديكيتورز، كل حاجه. لكن العين موضوع تاني، والرؤيه مع الناس موضوع تاني، والناس اللي بتشتغل في الموقع لما بتشوفك كتوب مانجمنت موضوع تاني. ما تقوليش انا بدير مشروع وانت قاعد في مكتبك جوه، قاعد في مكتبك جوه، بعد ما تخلص يبقى انت تاثيرك باين، يبقى انت يعني زي شعاع كده، عارف لما تمشي في الموقع كده يعني مش عايز اقول لك يعني ايه، ماشي مزعق وبتاع، لا، ازاي الكلام ده مش شخصيه، ده انت ماشي مبتسم
وبتشجع الشباب بيشتغل كويس، تقول له الله ينور، اللي بيشتغل مش قد كده انا بخليه الكلام ده برضه، لان هو ده الواقع الحقيقه يا اخوانا. يا اخوانا صدقوني، اللي بيعتقد ان الاداره دي شخص ناطر وزعيق وصوت عالي وان الناس اخذت برايي، لا ده رايي ممكن يكون خطا 100%، وممكن وواحد مهندس تسعه قامت غير جديد خالص هو بالنظر صح. لا يا ابني، لا يا ابني، نخلي بالنا. بس هقول الكلام ده كله ليه؟ لان ده الريل ابلكيشن بقى بتاع الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. طيب، الحوار على التواصل المفتوح الفعال بين جميع الاطراف باستخدام القنوات والوسائل المناسبه. احنا كنا بينا بعض كل احترام، كل احترام، كل احترام وكل ادب وكل خلق، وسيبو بلاي لو سمحت وبليز وشيل دي جونج، يعني كل انواع الخلق بكل جميع انواع اللغات. ده اليابانيين بينحنوا لبعض انحناءات مقربه من انحناءات الصلاه، وما عادش بتنادى باسمه. انا هنا بقول لحد يا مثلا يا محمد باشا، يا علي باشا، يا عمر باشا، يا محمد باشا، بي 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 بيقول لا ما فيش بشوات. لا، فيه الباشا ده خلق. يعني اليابانيين يقول لك مثلا ايه، حسين صن، محمد صن، كل واحد ورا اسمه يعني ايه تايتل كده، يعني زي حسين باشا، زي علي باشا، زي جرجس باشا، زي يوسف باشا. يعني احترام، احترام، واحترام بحب، مش احترام، مش احترام خايف. انا مش خايف، لا، ده انا بحترم اللي قدامي. خلاص، هنا التواصل المفتوح فعال بين جميع الاطراف باستخدام القنوات والوسائل المناسبه، وتقديم اللي هي الفيدباك، اللي هي التغذيه الراجعه، فيدباك او تو انهانس كونتراكت بروفايدنج فيدباك وانهانس كونتراكت بيرفورمانس لتعزيز ايه اداء العقد. يمكن ان تكون هذه على شكل اجتماعات، اجتماعات مناقشات وتمرينيه ومراسلات. ندخل على الايه كونتاكت مانجمنت اكتيفيتيز. طيب، الانشطه الرئيسيه بقى المنطوقه عليها تنفيذ العقد، اول حاجه اللي هو ليتر اوف اكسبتنس او اوورد او انتنت. ثلاث حاجات يعني، يا ليتر اوف اكسبتنس مثل اوورد او ليتر اوف انتنت، اللي بقول حاجه يسميها زي ما عادش يسميها، لكن ده في بالبلدي اسمه خطاب الحاله، خطاب زي ما قالوا اي حاجه بقى يعني. Letter of acceptance also referred as to the letter of award. Award يعني ايه؟ انت عارف award دي يعني جايزه، يعني في quality award، يعني جايزه، جايزه في اي حاجه يعني. فهي terminology، يعني لما بقول حاجه ممتاز، لما يعني بقول حاجه ممتاز مش يعني اخر امتياز، يعني ما اخدتش 5% او اكثر، لا، يعني طبقا للايه؟ للفوكابلري، زي ما كنا بنتكلم برضه قبل كده، ان احد الحاجات اللي في الكواليتي انك تشتغل بالفوكابلري بتاعت المكان اللي انت فيه. لو انت شركه امريكاني الفوكابلري بتاعها هيختلف عن شركه انجليزي، وهكذا. Letter of acceptance of the fruit and the letter of award is legally considered as the employer's formal acceptance of an offer. اللي هو البيت، اسمه بيت او اسمه تندر او اسمه ايه تاني؟ كوتيشن. اسمه ار اف كيو او يعني. طيب، made by the contractor, thus forming a valid and binding contract between parties when acknowledged its receipt by the contractor. يبقى ده خطاب القبول، ده عباره ايه؟ خطاب الاحاله او خطاب القبول، يعتبر قانونيا قبول، قبول صاحب العمل العرض اللي هو العطاء، العطاء اللي قدمه، اللي هو ايه؟ letter of acceptance or letter of award، ان انا موافق على الايه؟ على العرض بتاعك. طبعا هيبقى ايه؟ الشروط اللي انا حاططها اللي هي request for quotation مع المناقشات، مع الاجتماع التمويلي من الاخر، مع الليتر ده، دي حاجات كلها ملزمه لغايه ما ايه؟ ما ينزل العقد بقى، اللي هو العقد. يعني الناس بتشتغل كتير جدا جدا، شهر واثنين وثلاثه واربعه واحيانا خمسه وسته عشان ياخد العقد. وفي ناس بتستعبط دلوقتي ما بتقدموش. يعني الناس دعوه بالناس اللي طيب، يعني تقدموا للمقاول، وبالتالي يشكل عقدا ساريا وملزما بين الاطراف عندما يتم الاقرار بالسلام ومقابل المخالف. يعني انا استلمته خلاص، ده ملزم ليا وملزم لمين؟ للايه؟ للمقابل. هيبقى ايه اللي احنا بيبقى في درافت للعقد، يعني ماشي بقى ويظبط العام، ياخد ستيبس بقى عشان يتوقع ويتعمل، بتبقى احنا ملتزمين بالايه؟ بالكلام ده من اول اخره، وبالايه؟ بالكونديشن اوف كونتاكت او الريكوست فور كوتيشن اللي نازل الاول محطوط فيه
كذا وكذا وكذا وكذا. طيب كلام برضو ايه جوه الكلام بتاع The Physic Pink Book expressly states that if there is no such letter of acceptance, then the expression letter of acceptance must be construed to read at the contract agreement, and the date of the letter of acceptance must be construed to read at the date of which the contract margin was signed. خلي بالنا. هقولها لكم بالعربي دلوقتي. The letter of acceptance is ranked second in priority among the documents considered in the contract. الفيزيك بينك بقى بيقول ايه؟ اذا لم يكن هناك خطاب قبول من هذا القبيل، لو ما فيش letter of acceptance او letter of award، يجب تفسير التعبير خطاب القبول على انه اتفاقيه العقد. خطاب القبول ده بيبقى ايه؟ هو بعد اتفاقيه العقد مؤقته. ويجب تفسير تاريخ خطاب القبول على انه التاريخ الذي تم التطبيق على اتفاقيه العقد. يعني هو في حاجات كتير يعني ما تبقاش فير قوي في الحته دي، لكن الليتر اوف اكسبتنس دي بدايه الحقيقه للمشروع. يعني ما يجيش يقول ايه؟ لا بقى، في ناس تقول انا هشتغل بقى شهر 2 3 4 ولما يتعمل العقد ابتدي احسب من تاريخ العقد المده الزمنيه بتاعتي. لا، الكلام ده مش قانوني. معلش يعني ناس بتعمل كده وبتضحك بيه على الزباين، لكن المفروض ان اتفاقيه العقد دي من اول يوم هي ساريه، وتاريخها هو اللي بيبقى ايه؟ تاريخ بدايه العقد. يحترف طبق المرتبه الثانيه بحيث الاولويه بين المستندات تشكل العقد. هيقابلنا بعد كده اللي بيسموها ايه؟ الاولويات بين المستندات. طيب في حاجات هنا هيبان كتير قوي، اقدر اتكلم على 6 7 يعني هيبان اكثر من كده. ومثل ازاي خطاب القبول المنحه الواجهه بين مرحله الشراء ومرحله البيع. طيب ايش اوف ليتر اوف اكسبتنس؟ الانجلش هيبقى اوضح شويه. ايش اوف ليتر اوف اكسبتنس اورد؟ الاورد احنا قلنا دي اصل هي ترجمتها منحه او امتياز. مالكوم بادرز ناشونال كواليتي اورد اللي هي المنحه او الامتياز او خلاص. ماركس ذا انترفيس between the procurement stage and construction stage of the project. لازم اكسبتنس دي، يعني انت فاكرين لما كنا بنتكلم على الفرونت فيزز قلنا ايه؟ في فيزيبيليتي، فيزيبيليتي، وبعدين في الديزاين، بعد الديزاين في الايه؟ procurement stage. procurement stage دي اللي هي فيها ايه؟ التعاقدات بقى والكلام ده كله الاخر. وممكن ان انا اطلع letter of acceptance او letter of award في ايه؟ في during اول procurement phase. العقد برضه عشان مش واقع بيفضل رايح جاي بقى وده كذا وده راجع وده يعمل، بياخد مده طويله او بياخد فتره يعني. فاحنا عايزين نكسب، ما نقعدش نضيع وقت، لا اروح استلم العقد واروح اشتغل. ممكن اسمح للي معاه ان هو يشتغل حتى من غير نقول افهم، لكن انا مش من اصل كده بصراحه. مفترض ان انا ما امدش ايدي في حاجه، ممكن اجهز انا حاجتي لانك ما تضمنش اي حاجه ممكن تحصل. واحد يتغير بتاعي من تاني ايه؟ صرفت على الفاضي. ماشي، يبقى ايه هو المرحله بين بين الايه؟ بين البروكيورمنت ستيج والكونستراكشن ستيج. زي ما احنا قلنا الكونستراكشن ده فيز نمره 5، وراها 6 7 2 بس فيزز خلاص. فايه اصدار القبول ده هو بمرحله البروكيورمنت ومرحله الايه؟ البناء. طيب اتفاقية العقد بقى الكونتراكت اجريمنت فولومينج اند كي اكتيفيتيز انفولد ان اول حاجه ايه؟ تاني حاجه دي الاول كان الليتر اوف انتند او الليتر اوف اجريمنت، تاني حاجه اتفاقية العقد اللي هي كونتراكت اجريمنت. كونتراكت اجريمنت ذا دوكيمنت وذ هايست برايورتي امونج ذا دوكيمنت كونسيدر ذا كونتراكت. اول حاجه الكونتراكت اجريمنت ده اول اقوى 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 دوكيمنت في العقد، ان هو بيبقى فيه ايه؟ كل اللي اتفقنا عليه الاول خالص. Documents with highest priority among the documents constituting the contract. Contract agreement specifies terms and conditions of the contract. في كل الترم كونسيبت بتاعت الكونتراكت. كل حاجه. هبتدي ازاي اشتغل ازاي الكواليتي شكلها ايه؟ كل حاجه كل حاجه. هتبان التفاصيل بتاعتها بعد كده. The purpose of the terms and conditions of the contract is to identify and allocate risks and responsibilities between the parties of the contract. واتفاقية العقد دي
هي الجزء الاولاني من الفيزيك. الفيزيك عباره عن حاجتين، هو كذا حاجه بس هو الاساس حاجتين، اللي هو الجنرال كونديشن اللي هي الشروط العامه، اللي هي اتفاقيه العقد، الشروط العامه الكونتراكت، اتفاقيه العقد اللي هي الشروط العامه الكونتراكت او الجنرال كونديشن، وفي السبيشال كونديشن بقى اللي هي ايه؟ اللي هي تبقى في اخر الفيزيك، يعني اي فيزيك له حاجتين، الشروط العامه والشروط الخاصه. عشان كده بقول انا ايه، ان شاء الله ان شاء ربنا يقدرنا، هو موضوع كبير وطويل، وربنا يقدرنا ان شاء الله نعمله مع بعض، بحيث اي حد فينا يبقى ماشي بقى ايه سنة ظهره كده، يعني محدش يأثر فيه ولا انا واضح وفاهم وعارف. وبرضه زي ما بقول لكم على حاجه، على فكره الفيزيك ده موضوع من موضوعات البي اتش دي، يعني لو بتعمل دكتوراه فسنة أولانية بتدرس، لازم تدرس الفيزيك بالتفصيل. أنا أذكر إحنا أخدنا، بس إحنا درسناها وبندرس أعتقد 99، 99 كان لسه ال 2008 ما طلعش لسه. فالمهم يعني الفيزيك ده أحد الحاجات المهمة جدا. هي هو مش ما فيش مش حاجة اسمها أكاديميك، لا الأكاديميك دي الأساس الكبار اللي هم كليات وإلى آخره، لكن دي حاجات كلها عمليه تبقى فاهم، ده هو مش كلام خيالي، لا ده كلام تطبيقي. خلاص؟ طيب construction contract provide for the remedies for breach of its terms conditions or liabilities arising out of the occurrence of specified events. هيبان لك ايه؟ breach. خلي بالك يعني ايه breach؟ اهي تنص عقود البناء على تعويضات، تعويضات ايه؟ البريتش اللي هي خرق الشروط، يعني خرق بريتش اللي هو ايه؟ خرق الشروط، يعني ما نفذش الشروط او التزاماتها الناشئه عن وقوع احداث محدده. طيب construction contracts usually include terms and conditions to appoint and authorize a third party designed as the engineer to carry out certain functions and administer a contract on behalf of the employer. احنا من صورنا فاهمين حاجه مهمه قوي، ان المهندس المشرف على المشروع ده طرف خفي في التعاقد ما بين المالك والمقاول، لان هو مش ما انت مش هتستاب لوحدك، ولا المالك هيشرف بنفسه، هيجيب مين؟ انجينير. ففي كل التعاقدات ما بيبقاش الانجير موجود، ممكن يقول لك ايه نص في العقد اللي بين انا كمقاول وبين المالك ان في ايه طبقا للمهندس المشرف طبقا تتقال كده، انما انت ما فيش دايركت، يعني انت ما انتش مع المهندس المشرف اللي عليك، ما انتش في تعاقد معاه. خلاص؟ وطبعا عقوبة البناء اهو يوزر انكلود تيرمز اند كونديشنز تو ابوينت اند اوثرايز ثيرد بارتي ازيك الانجير to carry out certain functions and administer a contract on behalf of the employer. يعني المهندس الاستشاري اللي موجود بيعمل كل حاجه نيابه عن ايه؟ مش كل حاجه، خلي بالك، يعني ما بيدفعش فلوس، وبيعمل متخلصات وبيراجع كل حاجه، انما في الاخر لو عامل كاش ان كاش اوت اللي بيراجعه النسيري يراجعه، لكن بيروح لمين؟ بيروح للمالك، هو بقى اللي بيدي فاينل ابروفال الكلام ده كله من اخره، يعني اي حاجه. خلاص؟ اي حاجه بتعتمد في حاجات فيها الوان فيها 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 الاستشاري لازم نرجع للمالك. يعني انا من انجح المشروعات اللي عملناها الحقيقه، يعني اعتقد يعني زي ما بقول لحضراتكم، يعني الاجتماع الاسبوعي ده ما حدش اعتقد ان هو لعبه ولا هزار ولا ناس بتتكلم في حاجه، لان ايه؟ انا اذكر تماما المشروعات الكبيره، يعني في الاجتماع الاسبوعي كانت الائتمانات بتحصل واحنا قاعدين، يعني انا اول موجود، السبلاير بتاعي موجود، المالك موجود، والاستشاري موجود بالطاقم بتاعه، بنعتمد الحاجه واحنا قاعدين. يعني اللي ما تمش اعتماده خلال الاسبوع بيكون كلنا موجودين وبنعتمدها مع بعض، في مناقشه، في كلام، في موضوع. يبقى احنا الميتنج اللي احنا عملناه ده مش بنعمله عشان نشرب قهوه وشاي. طيب understand the forms of contract, the party, person carrying out the duties of the engineer designated as a contract administrator.
الكونتاكت مانجر خلي بالك ده بتاعي، يعني الاستشاري المشرف عليا ده مش كونتاكت مانجر عليا، لا الكونتاكت مانجر ده بتاعي انا، مفهوم الحته دي؟ يعني محدش يعتقد ان الاستشاري كونتراكت مانجر، لا المانجر بتاعي انا، ملك بتاعي، موظف عندي، واحد من الاساسيين، واحد من الغاليين، خلي بالك under certain forms of contract the party person carrying out the duties of the engineers sitting as contract administrator او project manager او architect. خلاص طيب، وهو بيتعين بقى ده تبقى الحجم المشروع، يعني طبعا ممكن لو مشروع صغير او الى اخره الكونتراكت مانجر اللي فيه بيبقى بارشال، يعني ممكن يبقى بروجكت كونتراكت مانجر لمشروعين ثلاثه في الشركه او في البورتفوليو او في البروجرام، يعني كل مشروع عنده واحد كونتراكت مانجر وقاعد، يعني لا كان كنت في وزاره كان في كونتراكت مانجر موجود للوزاره كلها من الاول لاخر، بس مش في مصر، يعني في مصر اكيد طبعا في، بس انا يعني انا بتكلم عن اللي انا عايشه. طيب the general conditions of contracts which should be read the particular conditions of contract constitution the conditions of contract، ده اللي انا بقول عليه دلوقتي، يعني ايه في الشروط العامه والشروط الخاصه، يعني ادي مثلا ادي في condition of contract for construction اللي هو ايه الريد بوك بتاع 2017 في الاخر، في الاخر خالص في ايه؟ في ايه؟ في الايه؟ البارتيكولار كونديشنز بارت بي سبيشال اللي هو الايه؟ ده دايما الشروط الخاصه، الشروط الخاصه برضه موضوع يعني، وكلوزز والكلام ده والى اخره، يعني انت ممكن يبقى عندك عامل العقد بشكل معين، بس في حاجات محتاجه حاجه خاصه بالمشروع ده، يعني الكونتكست عموما هو الفيدك موجود لكل حاجه، لكن برضه فاتحين باب لايه؟ لاي حاجه خاصه، اي مشروع خاص. طيب لازم تقرا الشروط الخاصه للتعاقد، شروط عامه تختلف او تعدل باوتوماتيك الشروط العامه للعقد يعني الحد المفصل في الشروط الخاصه، ومن ثم يجب الحرص على صيغه الشروط الخاصه حتى لا يعرف اي غموض او تناقض. يعني مفيش حاجه اسمها اخد الشروط العامه وبس، يعني الشروط الخاصه برضه تبقى ايه؟ فيها خصوصيه لموضوع معين. طيب الكونتراكت اجريمنت، الكونتراكت اجريمنت از دوكيمنت ويز هايست برايورتي امونجست ذا دوكيمنت. الله طب هو اللي احنا بنتكلم عليه. دي بقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو قلت فقد العقل. يعني دي تفاصيل يعني بتاعت فقد العقل يعني. خلاص؟ طيب. طيب. الكونتراكت اجريمنت يعني دي تفاصيل بتاع الكونتراكت اجريمنت فيها ايه؟ طيب the document with highest priority amongst the documents that constitute the contract. زي ما قلنا يعني دي ايه؟ تفاقد العقد. يعني الفيتنج اسمها كبير كشتات ده ايه؟ الجزء الرئيسي الاولاني فيها، انما كلمه عقد دي احنا اتكلمنا عليها في الكواليتي مانجمنت، خلي بالك في الكواليتي مانجمنت اللي هي الايه؟ لما قلت لما بعمل فاكرين لو تفتكروا وانا بعمل البروجكت كواليتي بلان، الكواليتي بلان جزء منها الايه؟ الكونتراكت. الكونتراكت ده عباره عن ايه؟ الجنرال كونديشن، سبيشال كونديشن، كل الحاجات اللي احنا ايه بن عليها كلها عاملين. ماشي الحال؟ كونتراكت اجريمنت از دوكيمنت وذ هاير برايورتي هايست برايورتي امونجست ذا دوكيمنتس كونستيتيوت ذا كونتراكت. كونتراكت اجريمنت سبيسيفايز تيرمز اند كونديشنز اوف ذا كونتراكت. The purpose of the terms and conditions of a contract is to identify and allocate risks. And unless the particular conditions state otherwise, FIDIC form of contract requires the parties to enter into a contract agreement within 28 days of the receipt of the letter of acceptance by the contractor. Parties, however, have the liberty to agree otherwise. يعني الفيديك فورم بتقول في خلال 28 يوم من تلك طلب القبول
لازم يبقى معاك ايه؟ العقد مخلص والخالص يعني. اه ماشي ده قانوني اه، بس مدة 28، لكن برضه من حق الاطراف ان انت تدفع على خلاف كده عشان تطوع كده ماشي. بس يعني لا ينصح باي ديفيشن او باي مجامله او باي يعني حاجه ايه مخالفه للقواعد العامه. القواعد العامه بتبقى يعني ايه محفوظه الناس كلها عارفاها، قد يكون في قواعد خاصه او في اي حاجه. ساعات بيبقى في ايتمز كونفيدنشال زي ما بيقولوا، يعني مش كل الناس تعرفها، لكن مش بتكلم عن حاجه غلط، مش بتكلم عن الشر حد اخد حاجه مش قانونيه او اخر، لا بتكلم في حاجات كونفيدنشال. يعني مثلا الديوريشن بتاعت المشروع مثلا سنتين، احنا هنتكلم على اللي هم سنه ونص، هنشيع كده ان هي سنه ونص عشان بس ايه نخلص سنه ونص بشكل او باخر. يعني مثلا يعني تبقى كونفيدنشال ان هي سنه ونص مثلا، او لا او يعني هي سنتين واحنا بنشيع بقى ونقول ان هي سنه ونص عشان يعني ايه الناس تتحمس وتخلص يعني. بس يلا معلش في حاجات كتير في الابلكيشن محتاجه شويه تولرنس، شويه خبره، شويه كلام، بس مش في الغلط، مش في الغلط ولا نظير حاجه غلط خالص. Stamp duty and other statutory charges if any related to contract execution has been borne by the employer unless otherwise specified in the contract. يعني صاحب العمل بيتعامل رسوم الطوابع ورسوم القانونيه الاخرى اذا كان اي منها يتعلق بتنفيذ العقد ما لا ينص العقد على خلاف ذلك. يعني عادة الطرف الأول هو اللي بيبقى عليه كل مصاريف طوابع الرسوم القانونية و و و و إلى آخره. في حتة بقى هي حرة في نفسها، يعني من الأوفرز بتتفق مع المقاول إن هو يعمل كذا كذا، تبقى مخطوطة قانونية كل حاجة، يعني حاجة بيعمل حاجة غلط، لكن الرسوم بيشرح المقاول. فدي أصلاً بتبقى ما دام هي في الـ 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 ار اس كيو اللي هي ريكويست فور كوتيشن موجودة واضحة خلاص. يبقى أنا وأنا بشتغل وأنا بدرس الكوست بتاعي بحط إيه؟ قيمة الريسك ده. وعلى فكرة خلي بالك ودي ملحوظة هقولها برضو، ودي أنا سمعتها من أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور شريف الهجان، طبعا من أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة. واحنا برضه خلينا حتى اتعلمناه في حياتنا، يعني ان مكسب المقاول اساسا من الريسك. يعني هو لما بيجي يحسب يقول ايه؟ مثلا انا بشتغل بحلل سعر اسمنت، اسمنت النهارده مثلا ب 1000 جنيه خلاص؟ افترض ان انا كمان 6 اشهر وانا بشتغل مثلا الخرسانه هتبقى 1200، مع ان بعد 6 اشهر بقت ب 800، بقت ب 1200، يبقى المكسب ده فين؟ من الريسك. يعني الريسك مانجمنت ده مهم جدا 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 جدا، وربنا يديله الصحه الاستاذ الدكتور شريف الهجان، ده من اعظم الكونتراكت مانجرز ومن اعظم الاربتريتورز في مش عايز اقول في العالم كله، انا بحبه جدا يعني. فعلا على فكره علاقتي بيه مش ما يعني مش صاحبي ولا استاذنا، يعني هو اصغر مني سن كل حاجه، بس ده عالم يعني. وفي طبعا عشان بس ما نضيعش الناس الثانيه حبايبنا برضه، في المهندس ماجد خبوصي، في ابننا المهندس محمد حسين، يعني دي ناس متخصصه في هذا الكلام. لكن هو جت سيره الظهور في المجال عشان الموضوع هنا، ان في واحد اسمه سير مايكل لاتم، سير مايكل لاتم ده بريتش، كان عامل بيبر اسمه كونستراكشن ذا تيم بناء على دراسه عملها في اخر منهم مش عارف 7 8 سنين في انجلترا، ودرس كل انواع الريس. انا ما اعرفش الموضوع ده ليه ما طبقش انترناشونال، حط كل انواع الريسكس على مين؟ توقعه على المالك، لان زي ما قلنا المقاول يكسب من الريسك، بفترض ان سعر الحاجه كذا بكذا. فاحنا لو احنا انا حصلت معايا ان احنا كنا مثلا في عقد مع شركه فرنساوي هنا في مصر،
كنا بين كل حاجه حاطينها، حتى الاناسس بتاعتي انا، الزرار بكام والرمل بكام وده بكام وده بكام وخشنه بكام، يعني كل حاجه واضحه جدا جدا جدا. والمهندس بكام بياخد كام وانا بحسبه بكام، يعني حاجه شفافيه رهيبه. خلاص، فاللي بيحصل ايه؟ لو اتنقل الريسك ده، هو ده اثبتها في بيبرز وساكن ذا تيم، وانا قعدت يمكن اكثر من 10 سنين عشان اعرف اعمل داونلود، ما لقيتوش، بس في الاخر لقيته، اعتقد ان هو عندي جوه الحلومه من الداتا اللي عندي يعني. فبيثبت ان لو انت نقلت الريسك على المالك الكونتراكتس، وده فعلا حصل، تكلفه الكونستراكشن بتقل بنسبه من 25 ل 30%، وده واقع وحصل وتم. لكن ما اعرفش بقى ايه، يمكن المقاولين اللي حاربوا الموضوع ده عشان يعني ايه ما يخسروش، لكن ده وقع. وان الريسك لو اتنقل على مسؤوليه المالك الاول، يعني ايه، مش هيخسر، بس هيكسب يعني كما ينبغي ان يكون، مش هيبقى بالعلو ده. طيب، الكونتراكت اجريمنت سبيسيفيكال ستيج ذات بريبريشن اوف الكونتراكت اجريمنت از ريسبونسبيلتي اوف ذا امبلوير. اتفاقيه العقد بتبقى مكتوب فيها ان ايه، اتفاقيه العقد هي صاحب العمل. احيانا صاحب عمل بيبقى يعني ايه، يعني بيعتقد ان هو بيوفر او الى اخره، فبيقول للمقاول اعمل العقد وهتقول وافق لك عليه، ويراجع هو بقى بايده ويعمله وكده او الى اخره. طبعا ده كلام في جوانب كتير، يعني هو يعني شكلها ان هو وفر مثلا ثمن الشارع يعمله له، او وفر ثمن المهندس يكون متعين عنده فاهم كونتاكتس وفاهم الى اخره، لكن ده بيعمل خسائر كتير جدا 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 ما يبقاش حد واخد باله منها. المقاول بيعرف يعني ايه نقط الضعف، نقط الضعف بتاعت المالك، وبيقدر هو يلعب بيها صح. دي احد الحاجات برضه اللي المقاول لازم يعني ايه يكون، يعني معلش الموضوع دي بالطول يعني، لان دي ابليكابل يعني، انا كمقاول في مشروع داخله مشروع خسران واكسب فيه احسن من المشروع الثاني يكون يعني اسعاره اعلى كتير. دي ده قصه ثانيه وموضوع ثاني، وده براكتيكال اكتر منه ايه عمل يعني، اكتر منه يعني هو حسابات وكل حاجه وريسك اناليسيس وكل حاجه، لكن يعني مش كل الناس يعني ايه يعني اقرام بيها يعني. The contract agreement shall be signed by authorized representatives of the employer and the contractor. ما فيش حاجة اسمها عن فلان، لا يعني أنا دلوقتي رئيس مجلس إدارة الشركة بعمل مشروع معين، أنا اللي لازم أوقع، هو بقى خلى رئيس قطاع يوقع، خلى تاني يوقع، بس هو لازم يروح توقيع نهائي. بمعنى إيه؟ معلش برضه عشان برضه دي نقطة في العقود، هتلاقي أي عقد في شوية توقيعات اللي هم الناس التكنيكال او الناس القانونيين او الى اخره، في الاخر توقيع مين؟ رئيس مجلس الاداره. بمعنى ايه؟ يعني انا عندي، انا هقول على موضوع ان احنا ناس عندنا سيستم صح، سواء عايزه او غير عايزه او الى اخره، عندنا سيستم صح. اللي بيجهز العقد رسام مارس بتاعت الكونتراكت مانجر مهندس شباب جوه اداره فنيه، فايه الكونتاكت مانجر بيوقع الاول. مين بيعتبر الكونتاكت مانجر؟ رئيس القطاع. وكان على شركه مثلا اللي هي الشركات اللي هي سواء الستيت الحكوميه او الى اخر، ممكن يبقى رئيس القسم يعني ان كل واحد بيوقع على من هم قبله، يعني توقيعه يعتبر اعتماد وتحمل مسؤوليه مع من هم قبله، انما في الاخر المسؤوليه بتاعت الشركه على مين؟ على الرأس الكبير. خلاص، هكون اليوم shall be signed by authorized representative of the employer and the contractor. ومن أول نفس القصة، ومن أول مين اللي بيدرس المشروع؟ عنده ال costing department، عنده ال contract manager، عنده الناس كلها وآخرها، لكن في الآخر مين اللي بيوقع؟ كل واحد بيوقع عشان هو بيبقى مسؤول قدام المدير بتاعه، لكن في الآخر بيوقع طرف وطرف اللي هم ايه؟ اللي هم كبار. رئيس مجلس الاداره هنا،
اسمه رئيس الاداره هنا، او طرق في الشمال وطرق في الشمال، اسمه بقى زي ما يكون. طيب قدر اكلمه ثرو ريت انسترومنت انسترومنت اس باور اوف اتورني، اللي هو ايه توكيل رسمي يعني. بورد ريزولوشن اف ذا كونتراكت از ا كومباني، اللي هي ايه قرار مجلس اداره اذا كان من اول الشركه، او اذا كان مشترك في اتفاقيه مشروع لو كان جوينت فينشر مثلا او حاجه. في اتفاقيه المشروع مشترك صوت التوقيع يعني في مشروعات تبقى جوينت فينشر. شركه مثلا كتير شفنا شركتين مع بعض، سي 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 اوراسكوم، دي اشتغلت في واحده منهم مره كده. انا كنت سي 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 ايام كنت اوراسكوم. فالمهم يعني بيبقى جوينت فينشر، جوينت فينشر في مثلا دي موجوده كتير قوي، مثلا في مسار جاناكليس كان في كذا شركات، بيلينغهام، اي بي بي، سوزا، جوينت فينشر كتير يعني كتير. في جوينت فينشر دلوقتي كتير موجوده في مصر هنا، مثلا في الساحل الشمالي، في العلمين اللي انا اعرفها يعني، اعتقد سي 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 ابناء حسن العلام. يعني جوينت فينشر ده احد الحاجات اللي هي ايه؟ جوينت فينشر يعني احنا شركتين او هيئتين او ثلاثه مش مشكله متفقين على مشروع هنعمله مع بعض، خلاص انا مشروع جوينت فينشر خلص. يعني مش شركات بتتزاوج، لا جوينت فينشر في مشروع، وده بيبقى ايه؟ معمول له محطوط جوه كونتراكت جوه اجريمنتس واضحه يعني. طيب يعني جوازه مش جوازه عرفيه، لا يعني القصد يبقى ايه؟ اتفاق مؤقت على مشروع، مش اتفاق مش شركتين مجموعين في بعض، لا جوان بيرسون بين شركتين لعمل مشروع معين. في قطر كان في تكنيب وتشيودا ياباني فرنسي كانوا مع بعض جوينت فينشر. طيب برايورتي اوف دوكيومنتس، ايوه هنا بقى ايه برايورتي اوف دوكيومنتس، هنا هتلاقيه كتير كام دوكيومنت 13. طيب احنا هنقول دي وهنعمل لكم تشيك كده ونشوف ايه احنا وصلنا لغايه فين. برايورتي اوف دوكيومنتس يعني ايه برايورتي اوف دوكيومنتس؟ يعني لو انا عندي حاجه مثلا هنتكلم عليها ونقول، يعني مثلا عندي كونتراكت اجريمنت، ليتر اوف اكسبتنس، ميمورندم اوف اندرستاندينج لو موجود، اللي هي ايه اللي هي الخطاب مذكرة التفاهم يعني، اللي هي ميمورندم اوف اندرستاندينج. أدم لو في حاجه في البارتيكال كونديشنز اوف كونتراكت، البارت ايه الشروط الخاصه بالعقد، الحاجات دي. طيب ان الكونتراكت اجريمنت هي اقوى حاجه. كونتراكت خلينا نشرحها، برايورتي اوف ذا كونتراكت ديفاين از ذا كونتراكت اجريمنت، دي المستندات اللي ايه دي العقد. يجب المستندات لا قوة، يعني لو اختلف مستند مع مستند، يعني لو انا عندي مثلا الرسومات فيها تفصيلة معينة مختلفة عن اللي في الـ الـ في الايس، انهي اقوى؟ هتبين لنا هنا. طيب contract documents which constitute the contract between parties shall comprise the following documents as per FITIC Pink Book. طب ده بتبقى من FITIC بينك، البينك الاول متاخد من الراد اللي احنا عايزين نعمله. And their order of priority shall be in descending order in the list. That is, the document listed in the top of the list have highest priority of the purpose of interpretation. يعني هي الكونتراكت اجريمنت ده نمبر 1. لو في الليتر اوف اكسبتنس في حاجه مختلفه مع الكونتراكت اجريمنت، لا اللي في الكونتراكت اجريمنت هو اللي يمشي. خلاص ميمورندم اوف اندرستاندينج اللي هي ايه مذكره التفاهم، لو فيها حاجه مخالفه للليتر اوف اكسبتنس، الليتر اوف اكسبتنس هو اللي هي الفكسر هي الاقوى. فهمنا يعني ايه البرايورتي اوف دوكيومنتس؟ يعني الكونتاكت اجريمنت ده كل كلمه فيه موجبه لكل اللي تحتها. خلاص وكل وقت لو اختلف مع حاجه قال لك اكسبتس عن هنا يبقى هي اللي تمشي. ميمورندم اوف اندرستاندينج لو فيها حاجه مختلف مع ليتر اوف اكسبتس، ليتر اوف اكسبتس تكسر. لو كنت عاجبني بقى كاسر. طيب ليتر اوف تندر خطاب العطاء
سلموها اللي هو ايه؟ او بيسموه ريكوست فور بروبوزل ده بالنسبه للكونسلتنت. ريكوست فور ايه؟ ريكوست فور كوتيشن او ريكوست فور تندر يعني. اف كيو عاده يعني انت وانت بتشتغل في المواضيع هتلاقي ناس التيرمز بتبان معاك. معلش يعني الكلام ده انا بكلمه يعني من قلبي يعني مش طيب. بعدين ده للاضافات. يعني لو حاجه في الاضافات موجوده ومش موجوده في الاثر اوف انتنت تبقى مش موجوده. يعني الاوبتيل لازم ايه؟ يشمل كل اللي تحتها. The particular condition of contract الشروط الخاصه بالعقد. طيب بعد كده احنا كنا بنعمل كلام على ست نشوف بقى قد ايه حاجات قد ايه بقى الموجوده. The particular conditions of contract part B الشروط الخاصه بالعقد. بعدين الشروط العامه للعقد اللي هي conditions of contract. وبعدين the specifications المواصفات. بص بقى ايه فين؟ نمره 9 المواصفات والدرونز. يبقى لو حاجه في الدرونز ومش موجوده في المواصفات يبقى اللي في المواصفات هي اللي تكسب. خلاص؟ يعني لو حصل تعارض ما بين حاجه في الدرون وحاجه في الـ في الـ في الـ في السبيسيفيكيشن، السبيسيفيكيشن هي اللي ايه؟ هي اللي تكسب اللي هي متطلبه او امبلوير ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن. فهتلاقي الدرونز تحتيها الايه؟ كومبليتد بيل اوف كوانتيتي او سكيدولز. تحتيها في ايه؟ في البيل اوف كوانتيتي. طيب حاجه في البيل اوف كوانتيتي تعارض بحاجه في البيل اوف كوانتيتي والدرونز. لا الدرونز دي اللي تكسب. الكلام ده كله اكونتنج تو فيدك على اعتقد اللي هو اللي هو مش الريد لا الثاني مش مشكله. ما هو ده او ده يعني كنت فيدك هي دي الايه البريورتي اوف ذا كلاس الكوبي اوف انت سكيدجز بيكوز اكس بروبوزال اند اني اذر دوكيمنت فور بارت اوف ذا كلاس. لان الرسائل المتبادله دي ايه دي احد البارتس بتاعت الايه الكونتراكت. خلاص the contract proposal and any other documents form part of the contract اللي عرض المقاول زي الاخرى بعدين ايه supplementary information اي supplementary information. فشفتوا بقى الدوكيومنتيشن قد ايه؟ 13 نوع من انواع الدوكيومنتس. احنا عاده حافظين ايه؟ السته سبعه الاولانيين والباقي دول يعني هو بدنما انا ككنت لو انا كونتراكت مانجر انا بقول له سته سبعه هيبص لي كده ايه ويضحك هيصغر لي الى اخره. فيعني ايه؟ انا بعتذر ادي هم ايه؟ دول 13 نقطه هم موجودين في الفيدك وايه ودي يعني ايه ناخد بالنا. طيب ايه رايكم في احنا في يعني مستمرين مع بعض ولا ايه نظامكم؟ يعني طيب هل باشمهندس احمد فنس احمد مش احمد ايوه يا دكتور. انت معانا ولا سرحت؟ لا مع حضرتك. خلي بالك انت لما تحضر الكلام ده كله انت في اخر الدوره دي انت مش هتاخد شهادات ده انت هتاخد دكتوراه. الله يخليك يا دكتور. لا انا بكلمك بجد يعني خلاص والناس كلها يعني انا مستبشر خير يعني لان ايه وزي ما بقول برضو ما نقولش ان احنا خلاص ف الناس ايه مستقبلين الساعه بقت كام دلوقتي؟ الساعه 10:30. هل يستحملوا ولا نخلينا على مرتين بقى ولا ايه الاخبار؟ لسه هو فيه ولا ناخد كمان ربع ساعه وشوف اعمل لي كده احصائيه كده يا محمد يا باشمهندس احمد اسال لي كده اشوف الناس ايه اخبارها. يا شباب طيب يا ريت يا جماعه نبعت في الشات هل نكمل ولا يا باشمهندس معلش انا اصلي بدي محاضره دلوقتي مش هقدر اكمل مع حضرتك. انا المهندس حسين القاضي يا باشمهندس حسين عرفت طيب معلش انا حضرتك غلطتني دلوقتي. لا حسين القاضي لا كل لا انا سعيد ان انا بسمع حضرتك.
لا ابدا ابدا ابدا، اهلا بيك واشكرك كل ده، انت اختنا العزيزه، اختنا العزيزه، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، شكرا يا احمد باشا. والناس بتقول نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله المرة الجاية. لهم حق، لهم حق، الموضوع مش مش بقول الموضوع بسيط وطيب، بس هو برضه ايه شويه المعاكسه اللي حصلت معانا، وباذن الله تعالى يوم احنا واحنا عاملين ايه الاكتراشن رقم سلايد نمبر 22. وطيب ما هو الممكن مش هيمشي، خلي بالك عايزين نسال بقى مين جهز نفسه، اللي في عندنا كان اسمه ايه الباشمهندس المره اللي فاتت اللي اتفق ان هو هيعمل معاك الاسماء يا باشمهندس احمد؟ في باشمهندس ها؟ في يحيى باشمهندس فهمي او محمد فهمي، اعتقد طيب نسأل دلوقتي برضه تاني مين جاهز ان هو يجهز محاضرة نبتدي يعملها ويجهزها، واحنا معاه مش هسيبه، مش هنخليه يعني يعملها كده، هنراجعها معايا ونبص مع بعضنا يعني، بس احنا عايزين ايه نحس ان احنا ان طلع معانا. باشمهندسين في حد يعني مجهز نفسه؟ هو مش انا مش المره الجايه، يعني ان احنا هي لا ده طيب هل في حد جاهز نفسه انه هيعمل لنا، هيعمل معانا ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله لقاء؟ احنا عايزين موضوع يعني خلي بالنا على حاجه، يعني انا الكلام ده ما هوش اضافي، يعني احنا لو بنعمل امتحان او لو حضرتك تعمل امتحان كانترناشونال بروجكت مانجر او كبروجكت مانجر، بتعمل ريبورت وبتعمل برزنتيشن، فلازم مدير المشروع يعرف يعمل ريبورت ازاي، برزنتيشن ازاي، ويتقدم ازاي، وزي ما شرحنا الكلام ده كله، وشرحنا البادي لانجوج، وشرحنا هاو تو برزنتيشن، وشرحنا هاو تو مانجمنت. فهل برضه نسيب فرصه ثانيه اللي عايز يبص على المحاضرات او اللي عايز يفكر، ولا ايه رايك باشمهندس احمد؟ ايه رايك؟ مش احمد هل في حد جاهز؟ هو يا ريت اللي جاهز يا جماعة ممكن يبعت رشات، يعني ادوات المحاضرة مثلا اللي هو بإذن الله ناوي يعملها، او يعني مثلا او هيكون جاهز مثلا امتى، مثلا وقت مثلا نتفق عليه بحيث ان هو يبعت لي مثلا حاجة ابعتها للدكتور يبص عليها وهكذا يعني. واحنا موجودين مع بعض على الواتساب، يعني اون ديلي بيزس، تليفوناتي عندهم برضه اللي عايز يكلمني، يعني التليفونات ساعات كتير بتبقى مش تمام، لكن احنا عايزين، انا يعني انا بامل ان شاء الله وبدا للناس كلها ان يبقى كل الشباب دول باذن الله تعالى هم مديرين المشاريع للفتره اللي جايه كلها بإذن الله تعالى. ماشي الحال؟ طيب هل في حد جاهز؟ ولا برضه إيه؟ طب نستنى رد المرة الجاية من حد الجاي؟ أو خلي حالك يا باشمهندس أحمد، أنت ممكن على الواتساب، هما أنت عندك كشف الحضور، كشف الحضور مش كده؟ صح يا أحمد؟ أيوه معايا. نخليها على الواتساب
وخلي فيه مناقشة ما بيننا وما بين بعض. تمام. اوكي بشكركم جدا، وخلي بالكم احنا بنتكلم في موضوع مهم وبنبسطه باقصى ما يمكن، وان شاء الله ان شاء الله يعني نخلص بس الموضوع ده، وهنشوف بقى يعني انا كده هنشوف الفيديو 10 ان شاء الله باذن الله، هنشوف برضه ايه هنقسمه ان شاء الله، ناخده على 10 مرات حتى، لكن انا يعني ويلنج ان احنا نديه لان هو هام جدا، وعشان تروح تاخده في جامعه امريكيه ولا تاخده في اي حته حتى يعني حتى في الكوست لوت يعني، فاحنا بنحاول ان احنا ايه ندي يعني اقصى ما يمكن لابنائنا واحفادنا وزمايلنا واخواتنا الاعزاء يعني. خلاص؟ طيب اي خدمات؟ في اي خدمات؟ نسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله تعالى، رجائي الساعه 8 نكون موجودين. باشمهندس احمد، ايوه دكتور، رجائي الساعة 8 حليب. ان شاء الله باذن الله الساعة 8 8 شهر، لو هيكون في واحد بس هبتدي، تمام في وقت لاش هيأذن قبل كده صح مش كده؟ ولاش هيأذن قبل كده النهارده مش كده؟ ايوه دكتور. طيب يبقى 8 8 عشان برضه ايه يعني ويكون برضه اللي جاي نشوف بقى يعني ان شاء الله ان شاء الله خير باذن الله، وبرجو ان الكلام بتاع النهارده يكون يعني ايه يعني وصل بشكل هو مش صعب ولا معقد ولا حاجه خالص، انما ان شاء الله مفيد ان شاء الله يعني إيه كل خير يا رب. اسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونراكم ان شاء الله على خير ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله تعالى، اذا كان في العمر الباقي باذن الله.